السلام عليكم أستاذ الملك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أستاذنا؟ أهلا وسهلا يا أستاذ. بعد إذن سيادتك ممكن أشارك؟ اتفضل يا أهلا وسهلا، بعرفنا بحضرتك، حضرتك مسلم ولا ديني ولا مسيحي يا أستاذ الملك؟ لا أنا مسلم الحمد لله. بارك الله فيك. سني ولا شيعي ولا قرآني؟ أنا كاتب 7، يعني مش معقولة هكذب عليكم. ما شفتهاش والله يا فندم، ما خدتش بالي لا منها، انا أنا اسف عشان كده مسلم، بسأل. مسلم سني. بارك الله فيك، اسأل يا باشا. لا هو في البداية أنت عندك أي أسئلة عايز تسألها لي؟ أنا عندي نقطتين عايز أتناقش معاك فيهم في عجالة سريعة، أنا عارف إن خش البث في طبعا نقطتين. عشان أسيب مكان لغيري. النقطة الأولى، من قيمة حوالي ساعتين وأنا في مكتبي وحاولت وقدمت طلب جست، بس واضح إن أنتوا ما خدتوش بالكم، لا كنت كان أنت في ناس تانية بتتناقش مع عندنا، حد. بس احنا بنطلع واحد واحد بس. هي الفكرة عندنا ان احنا الجست بيطلع واحد واحد، ما بنطلعش اكتر من واحد في الجست يا فندم. تمام، انا بقول لحضرتك يعني من ساعتين تقريبا كنت بتتناقش مع حد بخصوص سطح ان الارض مسطحه ولا كرويه، فحضرتك بترد عليه بتقول له مش ممكن ان مئات الالوف يتعاونوا مع بعض في مؤامره، مش ممكن، يعني العقل لا يتقبلها. مش الكلام ده حصل من سيادتك؟ تمام ولا تمام. طب ما هو من خلال وجهة نظر سيادتك برضو ان المليارات من البشر او الملايين تعاونوا مع بعض في سبيل مؤامرة كبيرة، ده من وجهة نظرك ان في وجود اله او في وجود اديان او في وجود انبياء ورسل، اللي انت بتنكر المسألة دي كلها، لا، وهو تعاون ومؤامرة مقارنة من قبل زائفة، الملايين. مقارنة زائفة، نعم مقارنة زائفة، ايه، مقارنة زائفة. انا ليه مقارنة لا مش زائفة؟ مقارنة زائفة، اسمح لي بس هفهمك ايه، واحدة هفهمك واحدة هفهمك هفهمك والله وصلت، مش بس، ما محتاج تفهمني تتهكمش حاجة. عليا، اصل انا لا ما فيش بحس أي منكم ان انتم تحكم بتتهكموا في خالص الاصول. والله، ما في أي تحكم يا فندم. أنا بقول لحضرتك المقارنة اللي حضرتك عملتها دي مقارنة لا لا زائفة، انا ما مش أوضح ليه إن تحكم، مش تحكم، تهكم يعني، تحكم. انا أيوه افهم فأنا ما وجهة قلتش نظرك تحكم، أنا قلت وفكرك تهكم. بمنتهى الذوق كده. أستاذي حاضر حاضر حاضر، والله أنا فاهم وجهة نظرك يا فندم، على عيني. وإحنا مش أسلوبنا إن إحنا قول لي نتحكم بقى، على شخص أي قول لي حد، بقى ممكن نتحكم على الأفكار، لكن المقارنة ليه؟ هقول لحضرتك. اتفضل. لأن كل المؤمنين اللي مقتنعين بوجود إله، هما مش بيقولوا إن هما مقتنعين بوجود الإله ده كده وكده. يعني مش بيقول قدام الناس أنا والله مقتنع إن في إله، بس هو لما بيروح بيتهم بيقول لا والله هي ضحكت عليهم كلهم ومفيش إله. فهو لا يتآمر لما بيقول إن هو في إله، هي دي. هو مش بيضحك على حد لما بيقول هو فعلا مصدق إن في إله، هو فعلا مقتنع إن في أنبياء أتوا، هو فعلا مصدق ممكن إن الرب يسوع له كل المجد في سماواته هو رب هذا الكون، هو فعلا مصدق الهبل ده. في واحد ناس مصدقه الكلام ده فعلا، خلاص. لكن المؤامره بتبقى ايه؟ ان انا باظهر للناس شيء وانا اعلم خلاف هذا الشيء. يعني ايه؟ يعني حضرتك المفروض مثلا لما اجي نسقط الكلام ده على ناسا، ناسا بتظهر لينا وبتتعمد الكذب علينا وتقول لنا ان في ارض مدوره، في حين ان هي تعلم علم اليقين بان الارض مسطحه. دي اسمها بقى المؤامره. فهنا المقارنه مختلفه يا فندم ما بين المؤمنين وناسا، ما فيش اي وجه مقارنه. دي ما ينفعش تبقى مؤامره، الدين ما ينفعش يبقى مؤامره يا فندم. لا يعني انا وجهة نظري ان هو مكيال واحد. ليه؟ لاني انا ومعاك ان الارض كرويه، انا مؤمن تماما ان الارض كرويه وليست حضرتك عايز ايه مسطحه زي ما دلوقتي يعني؟ بيقال. حضرتك نعم عايز ايه في النقطه دي ايه يعني؟ عايز تروح بيها فين يعني؟ اللي هي ايه، النقطة اللي حضرتك بتقولها دي، أنا وضحت لك نقطتي لا دلوقتي، ده وقلت كان لك إن ردا بس على إن هو الكلمه. الموضوع مختلف تماما الاختلاف. حضرتك في لا قناعتك انا بإنه شايف، في لا الله، انا شايف ان هم، بتكذب انا عليا شايف ولا ان أنت دول وجهي وعمله واحده. لا نعم يا فندم مش واجهين له عملة واحدة، أقولها لك بطريقة تانية على وعسى ما كنتش عارف توصل لك الفكرة. مفيش هنا كذب، اتفضل. مفيش شبهة تعمد كذب، المؤامرة بيبقى فيها شبهة تعمد كذب. هل في اللي أنا بقوله إن أنا فاكر إن المسلمين أو المسيحيين متعمدين الكذب؟ لا أنا ما بقولش كده. طيب هل انا بقى لو انا واحد مسطح بقول ان ناسا بتتعمد الكذب؟ اه بقول ان ناسا بتتعمد الكذب وان الدول كلها بتتعمد وايه الكذب. هدفها؟ ايه لا ده تروح هدفها؟ تسال بقى الناس ما كل، المسطحين الهبلين اللي بيقولوا كده، الهبل اللي بيقولوا كده، ده ناس هبله لا اللي لا بتقول كده، اسمح لي، اسمح لي فاهم؟ يعني لما اكذب عليك يبقى ليا هدف وغايه، اه ما مفيش هم حاجه من غير سبب، من غير غايه. المسطح بيقول لك ان ليهم هدف وليهم غايه، ان هم بقى اصل الارض المسطحه دي ليها في جدار جليدي، ورا الجدار الجليدي ده في دول وشعوب اخرى هم توصلوا ان هم بيتعاملوا معاهم وبياخدوا التكنولوجيا بتاعتهم منهم، فالموضوع ده لو اتفتح ممكن يحصل ان هو تبقى السيطره على الكوكب تبوظ، او السيطره على الارض تبوظ، وان الشعوب بقى مش عارفه هيحصل بقى انقلابات وهيحصل فيها ايه، فدي وسيله تحكم الحكومات في الشعوب، وان بقى مؤامره كونيه عايشين فيها. هبل يعني. اه بالظبط، وجنس السحالي بقى، هبلات بقى هبلات بقى، طب فده هبل.
فاهم الفكره؟ على النقطه الثانيه، مفيش اي وجه مقارنه معاك. انا مش عايز طب لا انا دي وجهه نظري، اكمل معاك في الحته دي ولا عشان وقتك اخش على النقطه الثانيه؟ ما هو انا قلت لك، هل انت، هل تاني المؤمن بيتعمد الكذب؟ يعني هو بيقول قدام الناس انه مؤمن بالله بس هو مش مؤمن بيه، زي ناس ما بتعمل. بالنسبه للمسطح إيه؟ ناس بتتعمد الكذب. المؤامره هدف المؤامره عشان يبقى فيه عشان تقول لي ان انا فاكر ان المؤمنين بيتامروا، ده معناه ان المؤمنين بيظهروا عكس ما يبطنوا، بس انا ما بقولش كده اصلا. فازاي ان انا ابقى انا شايف المؤامره؟ لا يبقى ازاي الاسلام في مؤامره؟ انت على وجهه نظرك ايه الفرق؟ انت بتقول دلوقتي، انت بتقول دلوقتي ان الارض كرويه عشان في ناس ورا الجدار الجليدي وتطور الحضاري ومش عارف. لا مش انا اللي بقول، المسطحين اللي بيقولوا يا باشا، انا مش انا اللي بقول يا باشا. طب ده مش قولي انا، ده مش قولي انا. طب ايه المانع ان هم يقولوا، ايه المانع ان هم يقولوا الارض كرويه وبرضه هيخفوا الحته دي عن جميع الخرائط وعن الكره الارضيه؟ يا باشا تروح تكلم المسطحين، انا مالي انا؟ انا وانا بدافع عن وجهه نظر المسطحين؟ انا بقول الكلام اللي بيقولوه ده هبل. لا ده انا اتشال من البث، اخذ حظر. هو حسيني راح فين؟ مش عارف. التبليغ جاب الغلط في الملك. بحاول اقنعه. اخواتنا المسلمين درع الصحابة، ركزوا شوية، الملك مسلم. يعني انا مش عارف والله الصراحة، يعني انا احاول، عمال بحاول اقنعه وافهمه ان انا ماليش دعوة والله بقصة المسطحين دي. لا يا باشا، التيك توك اللي نزلك يا باشا ملك، التيك توك اللي نزلك مش انا، حضرتك على حظر يا ملك. ده التيك توك اداك حظر، شوف بقى يوم ولا اسبوع ولا انت خدت حظر بسبب الصورة بتاعتك. الصورة بتاعتك شاف ان هي فيها فايوليشن عشان فيها يمكن ده الميم، فالصورة بتاعتك هي اللي اديتك فايوليشن. ماليش دعوة يا باشا والله، مشكلتك. لا مش ممكن، انت لو حاولت تطلب كيست مش هتعرف، هو مش ممكن. هي دي الحقيقه، انا ما بضحكش عليك. انا جالي رساله ان انت صورتك فيها جرافيك فايوليشن، يعني فيها صوره واحده سيئه او صوره مخالفه لمعايير التيك توك، وان هو نزلك ما ادانيش حتى فرصه ان انا اوافق او ارفض. غير الصوره وتعالى تاني اطلب بس. لا لا لا، هو اتعمل له حظر، ده اخد بان على الاكونت. حظر؟ تعالى بقى اتكلم تاني. ده مش انا اللي نزلت، ده هو اللي نزل التيك توك اللي نزله. عشان بيقول عشان اشوف مشكلتك انت. خلينا ناخذ كمان يا ماني، خلينا نشوف مين طيب. عاوز تطلع طلع معايا عمر. عمر حط لي ميوت. ماشي. اهلا يا عمر. السلام عليكم. وعليك السلام، تشرف حضرتك. عمر من المغرب. مسلم يا عمر؟ انا مسلم. طيب عبد الحميد موجود؟ موجود. تفضل يا باشا. اهلا يا عمر. اهلا. ايه سؤالك يا عمر؟ السؤال هو هل الحاد يعني حيكون هو الحل لتطور المجتمعات الاسلاميه؟ معلش ممكن تعيد تاني؟ الاسلام هو الحل، الالحاد هو الحل ايه؟ هل الالحاد لو كل المجتمع الحد سيكون هو الحل لتطور المجتمعات الاسلاميه؟ لا. طب شنو هو الاستفاده من الالحاد؟ يعني مش فيش استفادة من الإلحاد. شنو عايزين لي أنا كإنسان إذا ألحت؟ ما أنا قلت لك ما فيش استفادة من الإلحاد. عايز وجهة نظري بقى لو عايزني أكمل؟ يعني أنت بتسأل سؤال بجاوبك على قد السؤال يعني، لكن عايز وجهة نظري. أنا أرى أن الأديان وبصورة خاصة الإسلام هو أحد أسباب تأخر مجتمعاتنا، هو مش السبب الوحيد طبعا، ولكنه أحد أكبر الأسباب في تأخر المجتمعات.
وبالتالي لو الناس تخلصت من الخرافة، هذا العقل الخرافي الموجود في مجتمعاتنا، لو تخلصنا منه، لو تخلصنا من الأحكام اللي احنا بنستمدها اليوم من شريعة منذ 1400 سنة، فهيكون في سبيل للتطور. لكن هل ده الشيء الوحيد؟ لا، مش الشيء الوحيد اللي المفروض يتعمل، في حاجات تانية وفي إصلاحات أخرى طبعا مطلوبة، ولكن بداية الإصلاح من وجهة نظري هي التخلص من العقلية الخرافية، هي التخلص من الشرائع اللي عمرها أكتر من 1000 سنة. بداية بقى ركب، إن أنت ترك يعني ركب الحضارة، إن أنت تبدأ إن أنت تفكر في مستقبلك، ما تقعدش تبص لماضيك، تبص لقدام وتنسى الماضي ده وتنسى أحكام الماضي. إحنا كشعوب للأسف يعني في دول مسلمة، الناس عايزة إن هي تحتكم للكلام وتشريعات عمرها 1400 سنة. ازاي هنطلع لقدام واحنا عايزين ان احنا نحتكم لشرائع يعني فاهم بدوية قبلية بدائية زي دي؟ ازاي هنطلع لقدام واحنا عقول مجتمعاتنا مليئة بالخرافة والجن ومش جن وفاهم ورفض العلوم بقى الى اخره من كل تلك المشاكل الموجودة في مجتمعاتنا بسبب ان هم متدينين؟ فأنا أرى أن الدين هو عائق من أكبر العوائق في أن جعل مجتمعاتنا دي متخلفة. ولو كان هناك مؤامرة من الغرب على مجتمعاتنا، فبقاؤهم في الإسلام هو تلك المؤامرة، بقاء الدين هو تلك المؤامرة. تعليق سريع ملوش علاقة بالنقاش، ليه علاقة بس بالناس تحت. ما حدش بيقول ان الكون جه من العدم. اللي حابب ان هو يطلع يتكلم معانا اطلب جيست، استاذ احمد رجائي، في لو عايز تسمع المتخصصين ومكالمة معاهم هتلاقيها موجودة عندي على القناة. اتفضل يا استاذ عمر. طب في دول تخلصوا من الأديان؟ تجهيل الشعوب وجعل الشعوب خانعة، ده بسبب الدين. اتفضل يا عمر. طب في دول تخلصوا من الدين وبقوا متخلفين ككوبا، ككوريا الشمالية، كالاتحاد السوفيتي، يعني ما نفعهم بأي حاجة الفكر الإلحادي. ما هو انا ما قلتلكش ان ده الطريق الوحيد ولا ده الشيء الوحيد، انا قلت ان ده احد الاسباب. اللي عمله الاتحاد السوفيتي او اللي بتعمله الشيوعية عموما ده غلط برضو، انا ضده. فرض شيء على المجتمع بصورة كده يعني فاهم رأسية، ده غلط. ان انا اجي افرض على المجتمع الالحاد، ده غلط. انا ما قلتش ده ولا طالبت بده. فرض الاديان على المجتمع، ده غلط. لأن ده مش هيصلح المجتمع. اللي هيصلح المجتمع هو نشر الوعي، نشر الثقافة، نشر العلوم، تعليم المجتمعات دي. وبالتالي إن إحنا لازم المجتمعات دي تتقبل نشر الثقافة والعلوم والوعي. عشان المجتمعات دي تتقبل هذا النشر بتاع الثقافة والوعي والعلوم، يجب إن هي تتخلص من العقل الخرافي. زي اخواتنا المسطحين اللي بيقول لك ان القرآن قال ان الارض مسطحة تبقى مسطحة، وزي الناس اللي بتقول لك انا ارفض نظرية التطور، ودول كتير جدا لانها تتعارض مع ديني. وزي الناس اللي مصدقة في الجن وفي العفاريت والى اخره بقى من هبلات موجودة في مجتمعاتنا. فانا عشان انشر الوعي ده والثقافة والعلوم، لازم الاول اتخلص من العقل الخرافي. لكن انا ما قلتلكش ان نفرض شيء على المجتمع، انا ضد ده تماما. انا عايز انشر وعي وثقافة وعلوم، عايز المجتمعات بتاعتنا تكون منتجة، عايز علمانية. انا مش عايز شيوعية، انا ضد الشيوعية اصلا. انا عايز علمانية، عايز ليبرالية، عايز مجتمع متحضر، مش عايز مجتمع مقموع او مجبر على الافكار معينة بشكل معين. انا عايز تعدد للافكار في المجتمع، عايز مجتمع يكون فيه كل الأفكار وفيه كل شيء، والأفكار دي بتتناطح، والفكرة الصح هي فعلا اللي بتتنفذ. مش عايز مجتمع بصوت واحد، مش عايز مجتمع مونو ليه صوت طيب واحد، والصوت ده بس هو اللي ماشي وهو اللي بيتنفذ ويكتم كل الأصوات الباقية. في مجموعة من الدول الإسلامية فيها برلمان وفيها أحزاب شيوعية أو علمانية، فالشعب هو اللي يختار أنه يكون محكوم بقوانين بتاع الشريعة الإسلامية. يعني هل أنت
ما تؤمنش بالإرادة الشعبية بتاع كل شعوب هذه الشعوب الإسلامية. هو دي المشكلة، إن هم عندهم عقل كفر، إن هم مؤمنين في الفكرة الوهمية. عندك دوشة بس يا عمر لو تعمل ميوت بقى. هم عندهم عقل خرافي، هم مؤمنين بأفكار وهمية، فبالتالي هو معتقد إن هذا الكلام هو كلام الإله الذي، يعني الكلام ده الذي لا يعني ليس به باطل، كلام حق فيجب تنفيذه. فبالتالي دايما طول ما المجتمعات مغيبة، طول ما المجتمعات مضللة، طول ما هم معتقدين ان الدين ده هو كلام الله، هم دايما ودائما سيختاروا الشريعة الإسلامية كحل. ولكن في الحقيقة الشريعة الإسلامية ليست حل، الشريعة الإسلامية هي رجوع للماضي. انت بترجعني 1400 سنة لورا بدل ما احاول اطلع قدام، واحنا مجتمعات متأخرة عن ركب التقدم يعني مئات السنين. فبدل ما احاول بقى ان انا اشوف ايه اللي فايتني واروح الحقه، لا ده انا بقى برجع لورا كمان. طب ما انا عمري ما هتقدم كده، هتقدم ازاي؟ طيب، في دول كالهند فهم يعني إذا شفنا الدين الهندوسي فهو ممكن يكون أكثر تخلف من الإسلام أو الديانات السماوية، أكتر بكتير، ولكن أنا مش عايش في الهند. وهذا ما يمنعش يعني التطور مين قال اللي كده؟ وصلته مين الهند. قال كده؟ استنى، الهندوسية منطقية أكتر من الإسلام. الهندوسية ليها مشاكلها برضو يا فريم، الهندوسية أكيد فيها أكيد أكيد، بس طائعية مقارنة بالإسلام، يعني اللي بيعبد لا شيء ولا اللي بيعبد بقرة؟ أهل البقرة موجودة، اللا شيء مش موجود أصلاً. يعني البقرة مفيدة أكتر من الكعبة. يعني أنا مش فاهم إزاي المسلم بيشوف نفسه منطقي اكتر من الهندوسي. يعني الهندوسي عنده بقرة بتفيده بتجيب له لبن، البقرة الكعبة بتجيب لك ايه؟ شوية الحجارة دول بيفيدوك في ايه؟ لكن المسلم ما يعبدش الحجر، يعبد الله. والله موجود، فلسفة والله فينه؟ الدينية بتاع ايوه، الله ده فينه؟ فين هو يعني؟ يعني هو بيعبد بقرة، وانت مع ان هو ما بيعبدش بقرة على فكرة، بس ما علينا. يعبد الله، الله ايوه عنده والله، هو الله ده فينه؟ فين هو؟ كل ما هو إيجابي، فين الله هو جسد الايجابي؟ إيجابي فين هو؟ فين هو؟ الله موجود؟ فين هو؟ عند المؤمنين، هو موجود. ما هو، طب ما هو الهندوسية عند الهندوس برضو منطقية. هو الهندوسي بس على فكرة بيتفرج عليك انت وبيتريق عليك وبيضحك عليك على فكرة برضو. هو عموما بس عشان الناس عندها فهم خاطئ للاديان الهندوسيه، الاديان الهندوسيه على فكره فيها كم فلسفه رهيب. انا ما بقولش ان الاديان الهندوسيه هي سيئه من حيث مثلا أعطيك مثل، فهم يأكلون لحظه واحده يا عم، لحم لحظه واحده يا عم، الميتة، هل هذا لحظه واحده. تطور الهندوس ما إنساني؟ بياكلوش لحمه ليه خالص، دخل لحم الميتة ولا فيه؟ ميته ولا مش ميته. النباتيين أصلا عندهم بعد يا عمر، عمر اسمعني بس، الاديان الكهنة اللي الهندوسيه يكونوا عمر، الاديان الهندوسيه فيها فلسفه اقوى بكتير جدا من اللي موجوده عندك في الاسلام، مش تبقى فاهم يعني. يعني لدرجه ان هم بيقول لك ان نحن لا، يعني ما حدش يعرف ايه اللي كان، هل كان في شيء ولا لا شيء. وهم اصلا بيعتقدوا ان الالهه دي اصلا مش هي مش ازليه ولا حاجه. عندهم كده فكر فلسفي غيرنا خالص، مختلف تماما يعني، وفكر فلسفي متسق اكتر مع الواقع يعني. انا اللي بيقولوا ان الديانه الهندوسيه فيها تخلف، فيها تخلف من حيث ان هي ديانه عنصريه، ديانه بتعمل طبقات في المجتمع، والطبقات دي ما ينفعش ان هي تتعامل مع بعض. ده حقيقي وده موجود، ولكن انا غير مهتم بالهند. وعلى فكره الهند كدوله ما بداتش تتقدم، لان الهند دوله علمانيه الى حد ما، يعني مش هقول لك الى حد كبير، ولكنها في النهايه دوله علمانيه بتعيش فيها الاديان كلها، دستورها ملوش علاقه بالاديان. ما الهندوسيه مسيطره، وحاليا هي تحت سيطره هندوسيه الى اخره، ولكن ما زال دستور وقوانين غير مستمده من الدين، وبتحاول تتطور. لكن ما زال الجهل والتخلف يعني منتشر في المجتمع الهندي. يعني ما تتوقعش الهند دي يعني مش اوروبا يعني، ما زال في تخلف وفي جهل كتير وفي فقر وفي كل مشاكل الدنيا في الهند الى اخره. لكن انا غير مهتم بالقضيه الهنديه دي، مش مشكلتي، ده دي حاجه بعيده عني خالص، انا مش مهتم اصلا بحلها. ليه؟ لان هي مش مؤثره عليا، انا اللي مؤثر عليا دولنا.
لكن أغلب الدول المتقدمة في العالم هي عندها فلسفة تاع الدين إلهي مسيحية. عمر صديقي خلينا يعني نمشي الدنيا بس، يعني خلينا نسمع ناس تانية وخليك معنا على الاستماع، ولو حسيت ان عندك اسئله جديده او حاجه حابب ان انت تكمل فيها النقاش اطلب جست مره تانية ونورنا. تمام اوكي حبيبي عمر، شكرا لذوقك. طيب عم سامي، هلا هلا، منور الدنيا يا غالي. ازيك يا هندسه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليك السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ دام فضلكم. بخير بخير، كويس ان انت جد دلوقتي عشان ادي لك مداخلة بقى بعوضك على المداخلات امبارح اللي كلها كانت فكسانة. لا استاذ محمد بقى يعني خلاص بقى احنا اتكلمنا كتير يعني. كلمته كتير؟ طيب ادي مداخلة. انا بتاعك يا باشا. حبيبي عم محمد، انا قلت لك احنا مفيش اي سنة اي خلاف ما بيننا، وانت يعني ايه انا طيب. عارف والله، بس انا بس كنت كل اللي محتاجه ان لما اطرح فكره اتناقش معايا فيها بسؤال وجواب. يعني انا كنت بقول ان انبساط القارات على الكره الارضيه مش دليل ان هي لازم تكون مايله بميلان الكره الارضيه. الموضوع ده يستقيم في المسطحات المائيه الواسعه والمحيطات والحاجات دي، لكن انا عندي القشره الارضيه تميل في اي حته زي ما هي عايزاها، حتى ملهاش دعوه بكرويه الارض. يعني انا عندي قاره افريقيا عاليه من تحت، ترتفع من تحت وتميل الى البحر المتوسط، يعني من عند جنوب افريقيا هي ترتفع فوق مستوى سطح البحر وتميل الى ان تصل للبحر المتوسط في شمال افريقيا. دي ملهاش دعوه بكرويه الارض، دي قشره ارضيه انبعجت فوق الميه. انا ايه غلطان في كده عشان حضرتكم عرضتوني امبارح وقلتولي كلامك غلط؟ بقى مين اللي عرضك بقى؟ مش فاهم اصلا من ده بقولي بصراحة، بس يعني شوف بقى اللي عرضك. استاذ حسيني قال لي روح اخبط باب المكتبة واسأل عن كروية الارض. انا عارف ان الارض كروية وبتلف حوالين نفسها بسرعة 1600 كيلو في الساعة، وبتلف حوالين الشمس بسرعة 107,000 كيلو متر في الساعة، وبتلف حوالين المجرة بسرعة 800,000 كيلو في الساعة. انا مش معترض على ده كله، لكن انا في كلمة بسط الارض ان القارات ملهاش دعوة بكروية الارض، تعلى من هنا تعلى من هنا، تميل في الاتجاه ده تميل في الاتجاه ده، دي قشرة ارضية، دي قشرة ارضية. انا ممكن اعمل قارة اقيسها من ورا لقدام بطول 8000 كيلو متر، 8000 كيلو متر زي نهر النيل مثلا، بيجري 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 في قارة فوق خط الاستواء وتحت خط الاستواء، ومع ذلك بيجري في اتجاه واحد. مع ان المفروض يعني مثلا مصر تقع في نصف الكرة الشمالي ولا نصف الكرة الجنوبي؟ على حسب معلوماتي انا الشمالي. طيب انحناء الكرة في الشمال يسير للأسفل ولا يسير للأعلى؟ الله أعلم، والله والله ما أعرف. يسير لأسفل يا أستاذ، من فوق أسفل لتحت هيبقى الميل طبعا. نهر النيل ماشي من الجنوب تمام. للشمال. يبقى إذن القارات ملهاش دعوة بميلان الكرة الأرضية، دي حاجة نتوق فوق المية، نتوقات. زي حضرتك عارف إن التوازن الاستاتيكي إن الجبال بتطفو نتيجة إن هي مثلا تتأكل من فوق، فيبتدي الجزء اللي في الأسفل يبرز لفوق، يا إما إذا كان الجبل ابتدى يتآكل ده بيضغط على القشرة الأرضية يطلع لي من الناحية التانية، زي أحط إيدي أبزها من هنا تطلع لي من هنا. ده التوازن الاستاتيكي. القارات ملهاش دعوة بكروية الأرض، فإذا بسط الأرض أو تمهيدها ملهاش دعوة إن الكرة الأرضية كرة أو مسطحة. هي دي فكرتي اللي أنا كنت بناقشها وتم الاستهزاء بيا. إيه اللي أنا غلطان فيه؟ عندي يا حسيني بيه. اسمع حسيني بقى ايه هيصدر الطرشة. هو انا طيب انا النت عندي مظبوط. حسيني دافع عن نفسه، بس هو المشكلة ان القرآن يتعارض مع الكلام بتاع النت عندي. تفضل حسيني، انا اسف. لا هي الفكرة ان الكلام ده ملوش اي علاقة بالموضوع، لان هو ما اتكلمش عن القارات يا استاذ محمد، هو اصلا ما كانش يعرف ان دي حاجة اسمها قارات، هو اتكلم عن الارض. هو قال الارض بعد ذلك دحاها اي بسطها، يعني الارض مبسوطة مش كروية. تيجي بقى تقول اصل القارات والحته اللي فوق ما نازله لتحت،
الحته اللي فوق ما فيها جبل، انا ما لي علاقتي بالكلام ده. واضح يا استاذ محمد الكلام طيب ولا يا هنعيده استاذ تاني؟ حسين حضرتك، ايوه واضح واضح يا فندم، بس حضرتك ربنا لما مثلا هيجي يتكلم عن الارض، حضرتك تعرف يتكلم في انهي حقبه؟ مش انت معايا حضرتك ان مفيش القارات ربنا، كلها دي كانت قاره واحده مفيش مندمجه ربنا يا استاذ محمد، وبتنفصل في بالالواح محمد التبتونيه؟ اللي ما كانش، يعني ممكن تبقى لا ارض لا واحده في بقعه واحده؟ مفيش قارات يا استاذ محمد، استاذ محمد القران ما فيهوش قارات ولا في ربنا. محمد ابن عبد الله ما كانش عارف ان في حاجه اسمها قارات، ولا كان عارف ان في حاجه اسمها ارض كرويه. هو اتكلم عن الارض الممدوده على مد بصرك ان هي ما يعرفش. ان هي انا مش كرويه. سيدنا محمد ده بشر، انا هنا بتكلم، انا هنا بتكلم على كلام الاله. هل تستقيم مع، هل تتفق معي ان مفيش كلام القارات الهي يا جميعا استاذ كانت محمد، قاره واحده؟ مفيش قارات. القران ما اتكلمش عن سؤالي، قارات، ما سؤالي انا تخترعش من عايز عندك. اجابه على سؤالي، هل تتفق معي ان القران جميع ما اتكلمش القارات عن لا لا انا بك... ان انا ما... انا الست بتكلم قارات عن او السبع القران. قارات القران اللي قال موجودين قارات ولا قال، ولا قال الارض؟ الارض هي القارات ايه يا باشا؟ القارات دي مش ارض الارض دي، الارض الارض ولا الارض غاز؟ مبسوطه ولا كرويه؟ الارض مبسوطه ولا كرويه؟ الارض الارض ككتل كمنظور من الفضاء كرويه، وليست مكتمله يعني مش الكرويه، مبسوطة يعني. هي ممكن تكون بيضاويه الشكل، بتنبعج. الكواكب القارات أستاذي مبسوطه، يعني يعني مش القارات مسطحة مبسوطه يعني. او ممتده. أنا ما اتكلمتش على القارات، بتكلم على الأرض. ما اتكلمتش على القارات، بتكلم على الأرض. الأرض ككوكب ولا الأرض كيابس؟ الأرض اللي احنا عايشين عليها، الشيء اللي احنا بنعيش عليه، مبسوط ولا الأرض كرب؟ اللي احنا عايشين عليها بقى مسطحات بقى مسطحات مائية، بقى مسطحات مائية شكرا يا أستاذ تميل محمد، مع نورتنا يا كروية حبيبي. الأرض. أنا ما عندي لا لا ما بستحملش الغباء. لا لا من غير، من غير يا سيدي. طيب، هدي هخلعك يا عم حسين، هدي هخلعك. خلينا ناخد السيد وان. لا ما انا شرحتها له امبارح، رجعت شرحتها له تاني النهارده. ارجعوا الناس للقارات يا حبيبي، ما بتكلمش على القارات، بتكلم على الارض. الارض مسطحه ولا كرويه؟ كرويه. القران قال مسطح، قال دحاها يعني مسطح. فانت تقعد ترجع تقول لي لا اصل القاره الفلانيه دي اصل هي مبسوطه، ولا حتى القاره مبسوطه، حتى القاره اللي على الكوكب ما هياش والله ولا قاره مسطحه، مبسوطه ولا احنا برضه فيها مبسوطين ولا اي انحناءات حد وميل. مبسوط يا عم حسين. غباء ما بعده غباء والله يا مالك. الناس عمرها ما كانت مبسوطة. السلام عليكم. عليك السلام، أهلا يا ون، تحياتي ليك. السلام عليكم، أهلا بك يا حبيبي. حبيبي قول لي، حضرتك مسلم؟ مسلم والحمد لله. بارك الله فيك. سني ولا قرآني؟ كيف قرآني يعني؟ سني وشيعي؟ لا سني. سني. طيب حلو ماشي. والله في ناس بيقولوا على نفسهم قرآنيين كده، كويس ان انت مش منهم. طيب لا يا استاذ، سني الحمد لله. طيب يا استاذ ايه سؤالك لينا؟ سؤالي ليكم، اسألني بس انت الأول سؤالك عشان أسألك أنا بعدين. لا اسأل انت على طول يا باشا، على طول، انت ما تتكسفش. تمام، كل الأسئلة متاحة يعني، عشان بس ما تفتكرش إن أنا بأسئلتي بتكون يعني في حاجة غلط اه. طب ولا بس استنى خليني اشوف كده. سامي انت موجود يا سيد احمد؟ سامي يا هندسة يرجع يقول لك ما بتدونيش مداخلات ويعترض ويزعل. طيب طب اتفضل اسأل سؤالك يا ون. تمام، هو الإلحاد ده يعني رسالة حد نشرها ولا دين أنتوا اخترعتوه ولا إيه بالظبط؟ أو يعني وضح لي الوجهة دي عشان بس أكون فاهم. الإلحاد لا رسالة احنا نشرناها ولا دين احنا اخترعناه. الإلحاد أصلا لا رسالة ولا دين. الإلحاد ده موقف، موقف من الأديان موقف ومن الله. أهو يعني إيه يعني أديان إيه اللي أنت خدت منها موقف، عملت منها يعني كل زعلت منها الأديان، دين إلحاد؟ كل الأديان ما في خدتش، أنا ما عنديش حاجة اسمها دين إلحادي، مفيش حاجة اسمها كده يا باشا. ده موقف بس، زي موقفك كده من الكورة مثلا. أنت ممكن تكون بتحب طب الكورة فرق إيه يعني؟ فتقعد تقولي أنا بحب الكورة عشان 1 2 3 4 5 6 7 8 9،
او انا ما بحبش الكوره، بس ليه ما بحبهاش؟ انت موقف، ده برضه اسمه موقف. مذهبك ايه؟ بس طب ايه ده الموقف، موقف ايه من الله، الموقف مو... اللي الحد ده موقف، موقف من الله، بان اي موقف انه طب لا ممكن يوجد دليل. انا ما هيك لو بتقاطعني وانا بشرح لك، انا جاوبتك اول مره الاجابه المقتضبه ما وصلتش، فانا دلوقتي بستفيض في الاجابه عشان توصل، فمش صح هينفع وانا بوضح لك الاجابه تبتدي تقاطعني كده. عمرنا ما حد يعني، لا انت هتفهم ولا انا هفهم ولا حد هيفهم لا خالص. تفضل 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 ما هو تمام. طيب فده زي ما بقول لحضرتك ان ده موقف من الدين ومن الله. الملحد هو شخص بيقول انه لم تتوافر لديه اي دليل، او لم تتوافر لديه الدلائل على صحة وجود الله، يعني ما عندوش دليل يثبت ان في الله، فاصبح موقفه انه لا يوجد الله الى ان يثبت العكس، ان الدلائل المقدمة على اثبات وجود صانع او خالق او موجد للكون لا تثبت واقع الامر، وانه عنده ردود عليها، شايف ان هي دلائل ضعيفة. والاصل دايما ان البينة على من ادعى، يعني انا لم ادعي انه لا يوجد اله، انا في ناس ادعت انه يوجد اله وبتقول ان هي عندها دليل على وجود الاله، لما رحت فحصت الدليل بتاعهم لقيت انه مش دليل ولا حاجة، وان الكلام ده مردود عليه، وانه في عوار في المنطق بتاعهم، فرفضت الدلائل المقدمة منهم، فبقي وضعي زي ما هو، لا يوجد اله، زي لا يوجد ابو رجل مسلوخة، ولا يوجد بابا نويل، ولا يوجد تنين بامبي بيطلع شعاع اخضر من عينه بسببه احنا عايشين، الحاجات دي كلها مش موجودة يعني. بس تمام لكن خلصت. هو لا منهج ولا موقف ولا لوازم إلحادية، ولا ان هو كل الملحدين بيبقى عندهم فكر واحد لازم يمشوا عليه، لا مفيش حاجة اسمها كده. خلصت يا باشا كلامك؟ اه يا باشا، طيب انا برضو انت بتقول لا يوجد اله، طب حضرتك يعني جيت ازاي ولا اتكونت ازاي؟ انا جيت ازاي؟ والله يا فندم انا اه جيت ان انا بابا وماما اتجوزوا جابوني. لا معلش خليك واحده واحده، وبابا وماما دول يعني ايه المصدر اللي جابكم على وش الدنيا؟ المصدر اللي جابنا على وش الدنيا، الإجابة المقتضبة السريعة، لا يوجد، لا يوجد دليل واضح أو حاجة واضحة تقول إحنا جينا إزاي على وش الدنيا. في إجابات مختلفة كتيرة، منها الإجابات العلمية، والله اللي حب، في ناس بتصدق الإجابات العلمية عشان هي مدلل عليها، وفي ناس لأ، بس أنا بقف في موقف الحياد وأقول ما عنديش دليل أقف عليه، إزاي إحنا ظهرنا على وجه الكرة الأرضية، وإلى أن يتحقق لدي الدليل سأخذ به. يعني انت ما عندكش دليل جيت ازاي؟ طب ما هو ما معنى عنديش ذلك أدنى يا استاذ محسس. الفاضل انه في خالق. لا مش معنى كده ان مفيش خالق، معنى كده ان انا، معنى حضرتك ان انت محتاج تثبت ان احنا جينا عن طريق خالق، لان ممكن يبقى جينا عن طريق خالق، وممكن انا يبقى مش جينا عن طريق محتاج زي ما العلم اثبت بيقول، وممكن تبقى كائنات فضائية هي اللي جابتنا، وممكن يبقى احنا نشأنا عن طريق قوى سحرية، ممكن ألف حاجة غير خالق. فانا مش يا معنى كده ان سيدي، هو، معنى كده ان حضرتك اي إجابة هتيجي تملى بيها فراغي المعرفي فاحنا جينا ازاي على وش الدنيا محتاج تدلل عليها، ده معناه. بص يا غير انا مش طالع جيست عشان اغيرك، ولا انا عايزك لا تبقى يا زي ما انت. باشا، ما انا بوضح لك يا فندم، انا بوضح لك ان اجابتك دي لا، ان ده اسمه الاحتكام للجهل. يعني ايه؟ حضرتك بتلاقي ان انا انت قلت ان انا ما اعرفش، فتقول لي طب اذا انا اجابتي صحيحه من غير ما تجيب دليل على ان اجابتك صحيحه. لا يا فندم تمام، انا ما اعرفش، لو انا حضرتك ما جبت اجابه والاجابه دي ما عليهاش دليل، هتفضل انا في موقفي ان انا ما اعرفش وانت اجابتك دي ما عليهاش دليل. حضرتك عايزك بتهبط. تبقى زي ما انت في موقفك، بس انا مش فاهمني؟ بهبط، انا برد على معنى كلامك. ما هو انت معنى بتقول كلامي انا رديت عليه برضو، معنى كلامك انت بقى انا رديت عليه. اول ما انت طيب خدت مني المايك قمت عامل ايه؟ قمت عامل حاجه اسمها مغالطه الاحتكام للجهل. لو انت ما تعرفش يا ماني يبقى لازم في خالق، ايه الدليل يا معلم؟ عشان انت ما تعرفش يا ماني يبقى انا اجابتي صح. لا يا حبيبي انا ما اعرفش، انت اجابتك هتبقى صح لما تجيب عليها دليل، لو ما جبتش عليها دليل انت بالنسبه لي ما تعرفش وبتهبط. ايه دليلك بقى على ان احنا اتواجدنا عن طريق خالق؟ خلي ايه دليلك الحديث بقى ان احنا اتواجدنا عن طريق خالق؟ انا بسألك، لو انت عجزت عن السؤال او انت عجزت عن الرد قول لي انا عجزت عن الرد، وانا ما اعرفش ان انا اعرفك ازاي انت جيت عن طريق خالق. عندك دليل احنا جينا ازاي؟ والله انا بص، عشان ما بقاش برضو بفتي حد عندك ما، دليل؟ اسمع بس الكلام للآخر ما عشان ما بقاش انا بفتي لحد ما ولا بقول لك كلام من دماغي. سيبك من الاديان وسيبك من كل حاجه، تعالى نحسبها بالمنطق. سيبك من الدلاله، لو قلت لك دليل وقلت لك ايوه بالمنطق وقلت لك يبقى هروح، لا بالمنطق يبقى هروح للإجابات العلمية، هتبقى أقرب للمنطق بالنسبة لي، لأنه على الأقل العلم خمس لما كلام بيتكلم، صبرك عليا، على الاقل العلم لما بيتكلم بيجيب دليل على الكلام اللي هو بيقوله، ما بيهبطش. العلم بيقول ايه؟ بيقول ان كان في خليه اولى موجوده من 3.5 مليار سنه، ده المنطق وده العلم.
انا شخصيا متوقف بقول ما اعرفش لان انا ما درستش العلوم دي، بس لو احنا هنروح للمنطق فهو الاقرب للتصور ان انا اصدق العلوم. ليه؟ لان العلوم والمنهجيه العلميه ممسكاني موبايل، مخلياني انا وانت دلوقتي قاعدين بنتكلم وكل واحد فينا قاعد في بلد، بس ربك ما مسكناش الاداه دي، ربك ما اثبتش انه موجود اصلا. فلو في حد هيصدقه اكتر هيصدق المنهجيه العلميه الصراحه، لان فيما يبدو ان هي بتجيب عيال. اما ربك صراحه كلامه لا يثبت ولا يدلل عليه، بل بالعكس في دلائل على ان هو غلط. لما يجي يقول لي ان انا مخلوق من طين زي ما اللي موجود في القران عندك، واجي ادور ايه الماده الاساسيه اللي هي موجوده في الصلصال اللي انا اتخلقت منه طبقا لايات القران بتاعتك، الاقي ان الماده الرئيسيه اللي موجوده في الصلصال هي السيليكا. فاجي ابص في جسمي اشوف هو في سيليكا ولا لا، الاقي ان انا جسمي فيهوش غير نسبه لا ترى بالعين المجرده من السيليكا، ومش جسمي اللي بيصنعها، ده انا باخدها من اكل النباتات اللي بيكون في عالق فيها الرمال بياخد نسبه السيليكا دي بجسمي. فانا المفروض ان انا بقى مخلوق من 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 شيء انا مش موجود فيه اصلا في جسمي. يبقى فيما يبدو ان اللي بيقول الكلام ده بيهبد، ما عندوش فكره اصلا. مش مديني المساحه ليه معاك؟ طيب يلا خد المساحه. انت بتقول لي في خليه من عارف من مليار ونص سنه او 3 مليار سنه، ما ده ما هو مش انا اللي بقول، العلم اللي بيقول يا باشا، انا ماليش دعوه. العلم اللي بيقول. خليني انا بص، انا ما مش بدافع عن الاجابه دي، انا مش بدافع عن الاجابه دي على فكره، انا قلت لك ما اعرفش. انت عايز لا لا، انا مش عايز اروح هناك اصلا ولا مهتم اصلا بالقصه اللي بيقولها العلم. انا بقول لك ما اعرفش. انا سؤالي هنا، انت يعني انت بتسال واحد بيقول لك ما اعرفش، انت عايزه يجاوبك ازاي؟ طب طالما انت ما تعرفش يا غالي، يعني انت ايه اللي مقنعك بالمذهب اللي انت عليه؟ انا ما قلتش ان انا مقتنع، قلت ان انا ما اعرفش. انا اللي قلت ان انا ما اعرفش، انا قلت ان انا رحت بصيت على الاجابات الدينيه، انا عارف ان الاجابات الدينيه غلط، دي انا عارف ان هي غلط ومش مصدقها. خلي اجاباتك الدينيه صح، اسمعني بس، خلي اجاباتك الدينيه صح. الخليه دي يا حبيبي ما اعرفش يا بابا، انا القصه بتاعت التطور دي انا ما اعرفهاش، انا بقول لك ما اعرفش اذا كانت صح ولا لا، بس انا عارف ان الاجابات الدينيه غلط. اتفضل. طيب اسال سؤالك، طالما انت عاجز تعرض لي سؤالي. فين سؤالك اصلا؟ انا سالتك انت جيت ازاي وقلت لي انت يا بابا انت سؤالك ده مش تسالوش لمنحل، سؤالك ده تساله لواحد بتاع بيولوجي بيدرس بيولوجي. انا مالي انا؟ سؤالك ده سؤال علمي. هل انا قلت لك انا فاتح بث علمي؟ لا يا فندم، مش ازاي يعني انت عايز تجيبني انا واحد قاعد فاتح بث على تيك توك، عايز تجيبني انا واحد ملحد فاتح بث على تيك توك، كواحد درس بيولوجي 4 سنين خلصهم، درس ماجستير 3 سنين خلصهم، خد دكتوراه في 2 سنين، واجي اجاوبك على السؤال ده واقول لك والله العلم بيقول 1 و2 و3؟ ابقى راجل بهبل، ابقى راجل بهبل. فانا بالنسبه لي العلم عنده اجابه، الاجابه دي والله انا ما بقولش ان انا باخدها ولا بتركها، بقول والله انا متوقف عندها، العلم بيقول 1 2 3. عايز تفهم اكتر روح اسال العلماء، روح شوف اللي بيدرس في الجامعات كلها، روح اقرا عنه، انا متوقف عنها. اما اجابتك الدينيه صبرك عليا، عليا صبرك. اما اجابتك الدينيه انا متاكد ان هي غلط، متاكد. عندي دليل انها غلط. انا ما دخلتلكش في اجابه دينيه لانك مش هتقتنع بيها. ما انا عندي دليل ان هي غلط. هتقتنع بحاجه ده انا عندي دليل ان هي غلط ازاي؟ طيب وانا عندك دليل ان انا اجابتي غلط، وبرضو احاديثك واقويلك بتقول برضو كلامك غلط صح؟ ومن ناحيه الخليه تقول لي في خليه من 3 مليار سنه، طب مين اللي خلق الخليه؟ انا قلت 10 مرات ان انا متوقف عن موضوع الخليه الاولى دي، اقولها ازاي؟ طب اقولها باني لغه وانا بتكلم عبري يا اخوانا؟ انا فاهم ان انت متوقف على ان انا دلوقتي في دين الاسلام الحمد لله مفيش احاديث، وانا مفيش حديث متوقف عليه، كل عندي دي اجابه وعن كل حاجه. فانت ما تكونش على الدين وتقول لي متوقف على الاسئله. للمرة السابعة للمرة السابعة متوقف دي معناها ان انا الاجابة العلمية لا اخذ بها ولا اتركها، مش بقول ان هي صح ولا ان هي غلط، بقول لك حضرتك في العلم بيقول كذا، عايز تروح تدرسه ادرسه، ما بقولكش ان هو صح وما بقولكش ان هو غلط ولا بدافع عنه ولا بهاجمه. ما هو انت لو فضلت تقاطعني انا سبتك تقول الكلام ده 7 مرات وبتقول كلام غلط، فاسمع بقى مرة واحدة ما تخرجنيش عن شعور يا اخي. فلو حضرتك يا باشا عايز ان انت تروح تدرس العلم، روح ادرس العلم براحتك، انا ما بقولكش ان انا بدافع عنها ولا ان انا معاها. واضح الكلام؟
واضح الكلام؟ واضح؟ واضح حلو الكلام. إجابتك الدينية دي بقى أنا رحت درستها، ولما درستها عن إزاي أتى الخلق تأكدت أنها إجابة خاطئة. واضح الكلام؟ تمام. ما ترجعنيش للخلية الأولى دي تاني بقى أبدا. حلو تمام، لأن أنا ماليش دعوة بيها ومش بدافع عنها. عايزك تتعصب خالص، اتفضل. انا مش عايزك تتعصب من الكلام، ولو كلام مزعلك تقدر تنزلني وما تحرقش. لا ابدا استاذ، انت على على راسي، بس انا ما بحبش الناس اللي ما بتسمعش. انا جاوبتك 6 مرات نفس الاجابه وانت بتجاوب في حته تانية وبتقولني كلام ما انا ما قلتوش. لا ده انا برد على كلامك يعني الناس، يعني انا ما بقولش، ما بقولكش كلام انت ما قلتوش، انا برد بناء على كلامك يا غالي. بس انا بترد على كلام انا ما قلتوش. اقول لك تقول ان انا ما عنديش اجابه، انا ما عنديش اجابه فيما يختص بان كيف احنا اتينا، لكن انا مش معنى انا ما عنديش اجابه ان انا ما اعرفش ان اجابتك مش غلط، انا عارف ان اجابتك غلط. تمام. برضو عايز اقول لك على حاجه، انا مش طالع هجمك ولا عشان خاطر ملحد ان طالع اكرهك، لا ده دينك وانت مقتنع بيه وانا ديني مقتنع بيه، فكل واحد ليه دين مقتنع بيه، فانا من الاخر مش بهجمك ولا حاجه، فانا بس طرحت عليك سؤال وانت قلت لي اجابته، برضو انا ما اقتنعتش بيها ولا انت اقتنعت بسؤالي، فتفضل قول لي سؤالك اللي انت فتح البث. انا اسئله باشا، انا بقول لك البث بعنوان اسال ملحد مش ملحد يسال. اها طب نقول سؤال تاني ولا مشاركه كده خلاص؟ ثانية واحده كده، معلش خليك معايا دقيقه. اتفضل اتفضل. لا انا عندي ناس كتير طالبه جست، فخليني امشي الدور بقى. هو حاجة دي واحدة مش هكمل. وانت بتصلي ولا ما بتصليش؟ في حاجة اسمها صلاة في الالحاد ولا ما فيش؟ يا ابني الالحاد مش دين، اصلي لمين يا بابا؟ يعني انت ما عندكش خالص كده. يا بابا الالحاد مش دين، موقف. في فرق ما بين دين وموقف. موقف. موقف. مجرد انا اخدت الموقف ده هصلي لمين؟ مش لازم يبقى في حد انا بعبده عشان اصلي له؟ ولو في حد بعبده طب انا ازاي ملحد؟ طب انت يا سيد الفاضل، انت تخيل يعني طلعت على وجه الدنيا لقيت نفسك ملحد، ولا خدت موقف من حاجه او شد لك للالحاد ولا لا؟ ده طلعت نفسي لقيت نفسي ملحد واسره مصريه مسلمه طبيعيه من الطبقه المتوسطه زي ناس كتير، بس طلعت فكرت في الكلام ده لقيت ان الكلام ده هبده ما عليهوش دليل فتركته بس. اها عسى الله ان يهديك يا غالي وقص امك. عادي يعني انا مش عارف والله، انت كلامك عن مش عارف. طب ليه؟ طيب انا غلطت فيك. طيب ليه يا وان تنهيها كده؟ ليه يا وان تنهيها كده؟ طب انا امي ست طيبه وامي ست كانت بتحفظ قران، انت غلطت فيها دلوقتي، ليه انت تعمل كده؟ بتحفظ قران؟ انت امك اكبر مره شرمطه في مصر يا ابني المتناك. والله العظيم والله العظيم، يعني اخلاقكم والله اخلاقكم، نبيكم ربكم كده بعد ما اديتك كل الاحترام واديتك المساحه ان انت تتكلم. ده ازاي مش مقتنع بالاسلام الدين اللي يعني ابن الفتيت اللي فيه كل الاخلاق دي يا مان؟ ازاي؟ والله ومع انه غلط فيا ما غلطتش فيه، فلو في حد فعلا عنده اخلاق مش عارف هيبقى مين. يعني اتمنى ان كان هناك الهه انها تشفيكم من الهبل اللي عندكم ده. طيب الإخوة المحترمين من المسلمين مش الأوساخ، يتفضل. والله حاضر. وتعليقي يا أستاذي على الشتيمة اللي انت شتمتها دي، صدق الله العظيم. عشان بس الناس طلبت آيات من الذكر الحكيم. واحنا عارفين انها رح تنتهي هيك، يعني اذا هو بيعتقد انه فاجئنا ولا حاجه، ما كل ما يتزنق المسلم يخلع البنطلون عادي. بالظبط، يا يخلع البنطلون يا يشتمك، هيعمل ايه؟ طيب اتفضل عبد الحميد معاك المداخله دي. او تمسوح ما خدش ولا مداخله الصراحه النهارده، اتفضل يا تمسوح. يا تمسوح دلوقتي انا امبارح اتطردت من غير ما اغلط بقى ومن غير ما اشتم ومن غير ما اعمل اي حاجه، انا بتناقش عادي، لقيت واحد بيقول لي انت لو عندنا مش عارف فين هيقلعوك البنطلون والكلام الفاضي ده كله. انا ما غلطتش، هل رحت انا بقى مثلا غلط في الالحاد وفي الملحدين وفي الدين وفي الكلام ده، ولا كل واحد حر في اختياره؟ يا باشا اغلط في الالحاد زي ما انت عايز، بس تغلط فيا هنزلك.
اغلط في لا الحاجه انا ولا ولا الحاجه ده هغلط جوز فيك، خالتي. اتمنى اتمنى ان احنا نكمله حوارنا كله كامل من غير لا اغلط فيك ولا تغلط طب فيا. تمسح معلش عشان ده ابن ده ابن ده ابن المنطقه عندنا، فسيبهولي معلش عشان انت كتونسي مش هتعرف ايه تجيب معاه سكه، معلش انا اسف من... يا تمسوح. انت منين سيبه بقى؟ لعبد الحميد، سيبه لعبد الحميد، انت خش عبد منين؟ الحميد، عبد الحميد اسكندراني ويعجبك، خش عبد الحميد. عبد حميد اسكندراني كمان؟ تعالى يا عبد انت حميد. منين بقى عبده؟ انت انا من منين يا عبده؟ العجم يا عبد حميد، مساكن ال العجم 21. يلا بينا. ايه رايك؟ عامل ايه يا عبده؟ الحمد لله حبيبي. قول ايه لي بقى بقى عبده حته ايه اللي دلوقتي مزعلك؟ انتوا يا حبيبي؟ ما فيش حاجه مزعلاني والله، بس الناس تبعكوا دول اتحطوا امبارح حط ملوش لازمه، قعد يقول لي لو عندنا انا ما كنتش هننزلوك من موجود غير والله، بوكسر انا ما اعرفش ايه اللي ومن غير حصل. هدوم خلينا في داخليه. النهارده، احنا ولاد النهارده. خلي احنا ولاد النهارده. احلى سلام لامال ماهر يا عم الحاج. ماشي يلا قول لي بقى، انت طلعت من التطبيق صح؟ انت رحت تنده لامال ماهر ولا ايه؟ تعالى يا عبد. اي حاجه في الصلصال تثبت ان في تين، تمام؟ اولا الايه دي ايه كانت، انت دلوقتي من لا الراجل انت اللي كنت كان اقل بره مني، عبده، عبده عبده لما ما بتطلع بره ما سمعناش، بنسمعش ما صوتك. سمعناش. تمام، انت لما كنت من شويه كده هو بتكلم الراجل اللي قبلي، مشغل قلت له كلمات كده. ان العجين، ان التين يعني في عجينه الصلصال ما لقيتش اي حاجه تثبت ان البني ادم فيه تين، صح كده؟ مش طين، قال سلكة. صلصال. سيليكا، قلت لقيت في الصلصال سيليكا، تمام. ما هو الصلصال طيب ده هو ايه؟ في القرآن هو... الصلصال ده لا لا بيتعمل ازاي يا عبده؟ لا، ما هو الصلصال عجينة الصلصال دي تفرق خالص عن التين، بس هو مش ربنا قال موضوعنا، ان مش هو موضوعنا. بنى من صلصال. تمام، طيب ما هو برضو زي ما قال، لا ما قالش من صلصال، قال من لا تين. قال من صلصال. لا قال من تين، لا لا قال تين من صلصال. ازاي بقى؟ كالصلصال، كالصلصال من يعني زي صلصال. لا ما كان لا مش قادر يقول. لا 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 ملهاش حد وفي في آية، القرآن. ثانية وفي ثانية آية هقول له تاني، ايه؟ وفي آية تاني، انا وفي آية تاني، وفي آية تاني بتقول إن خلق، إن الإنسان اتخلق من طين بص يا عبد، ثم بص يا عبد، نطفة في قرار مكين، حلو صح حلو، كده؟ في آية بتقول كده. بس في آية والنطفة، عندي اوديها فين وثواني بقى؟ طيب أكمل، طيب والنطفة طب علقة خد وقتك، والعلقة لما مضغة تخلص قول لي ان انت والمضغة خلصت. عظاما وكسونا العظام لحمة. ليه سبت كل ده اللي هو من 1400 سنة اللي ولا كان في تحاليل ولا ار اتش ولا في سونار ولا في أي حاجة ومسكت في حتة التين؟ حاجة ممكن العلم ما وصلهاش، زي ما وصلش للروح. هو حد لسه وصل للروح فين مكانها؟ ما حدش وصل للروح فين مكانها، بس كل مدى كل ما بنكتشف ان في دين وفي صح وفي كلام ربنا حقيقي، تمام؟ دي اول حاجة. اقتربت الساعة وانشق لا القمر لا لا من لا خلينا في 1400. نقطة واحدة. انت قلت لا لا خد لا لا مساحتك، طب اقول لك انا اللي عندي عشان ما أيوة، ما نسويش أنت وبعد قول كده نقطة رد واحدة، عليا انت واحدة قول واحدة. نقطة واحدة، مش هاخد 20 نقطة. أنا قول لي نقطة واحدة نرد عليها، بعد كده نقول في النقطة التانية. طيب إيه يلا رأيك؟ ماشي. ماشي حلو. في أعمل ميوت. أعمل ميوت يا عبد. اهو شكرا. طيب هو قال ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين، وقال وقال كلام كتير قوي في الموضوع ده يعني. ولكن انا عندي ايه بتقول ان الانسان مخلوق من صلصال كالفخار، مش كصلصال، لا هو قال من صلصال كالفخار. يعني ايه كالفخار؟ الفخار هنا اللي هو يعني اللي هو الفخار يعني اللي احنا عارفينه ده. الفرق ما بينه وما بين الانسان، الانسان ما دخلش الفرن، بس الصلصال هو المرحلة اللي قبل ما يدخل فيها الفخار الفرن. فالفخار ده او الصلصال ده بيكون فيه رمال، والرمال دي بتكون فيها جزء كبير جدا من السيليكا. بغض النظر بقى ان احنا ما لقيناش في الانسان سيليكا وكل الكلام ده، اي كلام بيتقال محتاج ان هو يكون عليه دليل. تقول لي بقى الانسان معمول من طين، انسان معمول من صلصال، انسان معمول من بتنجان، انا مع كل ده ما يشغلنيش، تجيب لي دليل ان الكلام ده صح. ثم انت رحت للآية اللي بتقول ان الانسان ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، مش عارف، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين الى اخره. الآية دي كلها غلط. هو مش العلم اكتشف ان هي صح ولا حاجة لا سمح الله يعني؟ لا لا لا، الكلام ده كله غلط. الكلام ده كله غلط ليه؟ لان اولا الانسان ما بيكونش علقة، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فجعلنا المضغة عظاما، ثم كسونا العظام لحما،
ده كله فكسونا العظام لحما، ده كله كلام غلط. ليه كله كلام غلط؟ لان العلقه دي دم متجمد، الجنين عمره ما بيكون دم متجمد، والمضغه دي قطعه لحم لا شكل لها، زي قطعه اللحم الممضوغه كده اللي انت بتاكلها وبتمضغها في بقك، والجنين عمره ما بيكون قطعه لحم لا شكل لها زي قطعه اللحم الممضوغه، ولا الجنين بيبقى عظم ثم بيكسب اللحم، ده مش حقيقي، ده كلام غلط برضه. لا انا كده اضطريت الغي المايك وارجع لك. لا اللي انت بتقوله ده غلط، اللي انت بتقوله ده غلط. ثم انا لسه ما كملتش كلامي يا عم، طب ما هو اللي اسمعني انت بتقوله لاخر ده كده نفس غلط. النقطه. طب ما هو اللي انت ما بتقوله انت ده غلط. قلته غلط برضه وانا طيب اخش بصححه لك، دلوقتي، فما اخش دلوقتي اضيف لك دكتور اقفل بس. سونار في البث واضيف لك دكتور امراض نساء يقولوا لك ان الكلام ده صح. هات اللي انت عايزه يا عبد الرحمن، مش يا ماشي حبيب مش قلبي مهم احنا مش يعني. داخلين عند مع بعض، والله ما والله مش انا ما عند، داخل معاك عند. وحياتك مع عند، ما وحياتك مع انت عند. بس هات ما انت هات بتقول لي دكتور ده غلط امراض نسا ازاي وتعالى. غلط عبده خلاص ازاي يا عبده، غلط. انت مش عارف، انت مش طيب عارف، هات دكتور لا انا امراض عارف، نسا وتعالى. لا انا عارف، انا عارف، انت كده اللي مش عارف، انت كده اللي انا مش بقول لك عارف. الكلام ده غلط، لا الكلام ده اللي انت غلط، بتقوله هو اللي غلط والله. طب ما الكلام هو ده الجنين غلط، لما الكلام ده بيبدأ، مش بص علمي. نتكلموها بالبلدي، نتكلموها بالبلدي طب دلوقتي، الجنين لما اسمعني بيبدأ للاخر يا يتكون. عبده هتفهم وجهة نظري، اسمعني لحظة تمام للاخر، لحظة لحظة اديني لحظة. اعمل ميوت عشان عندك دوشة يا عبده. اه، انت واقف في موقف عربيات يا عبدو، الدنيا في العجمي عندك زحمة قوي فالدوشة عالية. طيب هل الكلام اللي موجود في القرآن ده أول حد أتى به محمد؟ لا، مش أول حد أتى به محمد، الكلام ده كان موجود قبل محمد بمئات السنين. مين اللي قال الكلام ده أول مرة؟ فيلسوف والعالم اليوناني جالين، أو جالينوس بالعربي. قال إيه جالين؟ قال نفس الكلام ده بالظبط في الكتاب بتاعه اللي كان بيوصف فيه مراحل الجنين والحمل. هل الكلام اللي مكتوب ده، هل ده كلام يمكن مشاهدته بالعين المجردة؟ اه يمكن مشاهدته بالعين المجردة، لان هم كانوا بيجيبوا حيوانات حوامل وبيفتحوا بطنها في مراحل مختلفة من الحمل عشان يشوفوا تكون الجنين. فالكلام ده اصلا مش علمي، ملوش علاقة بالعلم، هو ما جابش حاجة خرافية خزعبلية يعني. هو بيقول لك نقطة دم، قطعة لحم، بيبقى عظم بنكسوه لحم، كلام كله كلام ممكن يتشاف بالعين المجردة. العلم ما بيقولش كده ولا ليه علاقة بالكلام ده، العلم بيتكلم في مراحل أعقب من كده بكتير جدا. العلم بيتكلم من أول خلية واحدة، وبعد كده خليتين، وبعد كده 4 خلايا، في 8، في 16، اللي هو وبداية تكون الزيجوت، وبعد كده بقى ازاي الستيم سيلز أو الخلايا الجذعية دي بتنقسم جوه الجسم عشان تكون الأعضاء المختلفة وتكون الأنسجة المختلفة وأنواع الأنسجة المختلفة. العلم بيقول قصة تانية خالص ملهاش أي علاقة بالكلام المكتوب ده. فالكلام المكتوب ده كلام بدائي وكلام غلط، ومش محمد أول واحد يجي بيه أصلا. فما تقوليش بقى كان عنده ار اتش وعنده، لا ولا كان عنده سونار ولا كان عنده حاجة، الكلام ده ممكن يتشاف بالعين المجردة. أنا أفتح بطن حيوان واقدر اشوفه، الكلام ده اصلا مش محمد اللي قاله اول واحد، قاله جالن زي ما قلت لك، وتقدر تروح تتاكد من الكلام ده. فمحمد ما جابش حاجه صعبه، لكن لما يجي واحد يقول لي ان الانسان معمول من طين او معمول من صلصال، انا محتاج دليل. العلم بيديني قصه مختلفه مدلل عليها. انا في احسن الاحوال هقول لك انا ما اعرفش، ودي اجابه محترمه جدا. إجابة معرفش دي إجابة محترمة. ليه إجابة محترمة؟ لأن أنا ما بهبتش. فلما أنت تيجي تديني إجابة لازم تكون عليها دليل. إيه الدليل ده؟ دليل أقدر أجربه. الدليل ده مش إن في كتاب بيقول، لا في كتاب بيقول ده، أنا ممكن أقول لك أي كلام دلوقتي. ممكن أقول لك إن الإنسان أصله خرطوم فيل. عندي دليل، ما عنديش دليل، أهو هبد كله زي بعض، فرق إيه؟ ممكن أقول لك إن الإنسان ده جه من بيضة، بيض التنين، هل عندي دليل؟ ما عنديش دليل. فأي هبد بلا دليل ملوش معنى وملوش لازمة. فهمتني يا عبدو؟ تمام. طيب دي بالنسبة كده لحاجة، أنا مش شايف نفسي إن أنت اديتني إجابة كاملة أو إن اديتني إجابة مقنعة، وشايف إن أنت معرفتش تجاوب برضو إجابة نموذجية، وشايفك إن أنت غلط. دي وجهة نظري، أنت وجهة نظرك برضو شايف إن أنت جاوبت، ولو مش عاجبه يشرب من البحر، صح كده؟
فكل واحد فينا حر. لا مش مش عاجبك تشرب من البحر، انا ما قلتش كده. انت مش مقتنع كل واحد بالاجابه، فينا مش شايف ان انا مش اجابتي مقتنع، ما اقنعتنيش على فكره والله. انت انا حر؟ على فكره ما والله بقولك العظيم انت انا حر ولا شيخ ولا متعصب ولا يا بصلي عم ولا يا اي سيدي. حاجه ما خالص، بقولك انا انت حر، اقل ما مسلم انا ممكن بقولك انت تلاقيه عارف حر. عن دين. تمام. طيب نخش لنقطه انت تانيه، حر نخش اقتنعت او ما لنقطه تانيه. اقتنعتش، دي حاجه مش بايدي طيب ان انا اغيرها. انت حر. اقتربت الساعه وانشق القمر، عرفوا منين من 1400 سنه ان القمر اتشق؟ هو القمر اتشق؟ ايه ده بجد والله انت ما تعرفش؟ اه تصدق محدش قال لي يا اتشق جدع، امتى عيب ده؟ عليك عبد، عيب عليك اه عبد شقوه بايه؟ عبد عبد. شقوه زي البطيخة؟ لا 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 لا، خش. طب وانا معاك كده، اهوت سرش كده على جوجل كده، خش على موقع ناسا كده ولا اي حاجه، موقع هتلاقينا ناسا، موقع ناسا بيقول عارفين القمر ما اتشقش. ها بجد والله. اه لا والله. ما تجيش للمستجدات دلوقتي، يعني لو معاك مثلا حاجه قديمه بتاع، هي مش حاجة ناسا قديمة؟ ديت اللي قالت، مش ناسا ديت اللي قالت من 2002 ان القمر فعلا اتشق؟ مفيش الكلام ده والله يا عبد، ده طيب يا عم هبد هبدوها تمام. وانتوا طيب صدقتوها. طيب والسماء والطارق، وما ادراك ما الطارق، النجم لا الطريق الصادق. فين؟ ارجع لي اتشق القمر، فين طب دليلك ما ان هو القمر يا عم اتشق؟ ماشي، طلع لي خلاص الدليل. خلاص خلاص، انت راجل لا صادق لا هات لي الدليل، والقمر ما تشقش. القمر لا لا خلاص، هات انت لي كسبان الدليل اهو يا عبده. يا عم. عيب لا عيب، ما عبده انا قلت نهربش لك، عيب. معلش يا عبد طب الحمدو هسيبك اقنعني انت. تكمل الحوار. عبده 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 عبده، اقسم قول لك يا عبده، لو جبت من موقع ناسا ان القمر اتشق، انا هبطل اطلع على تيك توك اهو، البثوث بتاعتي كلها مسجله ومسجله وتنزل على يوتيوب، وفي ناس بتشهد على الكلام اللي انا بقوله. هبطل اطلع على تيك توك وهعلن اسلامي كده لو جبت الكلام ده موجود على موقع ناسا، ان ناسا بتقول ان القمر اتشق نصين كده زي ما انت بتقول وزي ما الاسلام بيقول. حلو الكلام، يلا بينا. وهو من امتى ناسا يعني من امتى ناسا بتنصف الاسلام وبتنصف القران؟ مش انت اللي لسه قايل حالا نروح على انا قلت لك في قلت لك في 2002 وهي جديده عليهم ان هم ينزلوا حاجه ويمسحوها او ان هم ينزلوا حاجه ويلغوها؟ جديده بقول لك عليهم؟ يا ما عبد، اتفاجئتش بقول لك اتفاجئت يا عبد، بالموضوع ده؟ عندي سؤال ليك يا عبد، عندي سؤال ليك، اتفضل عندي سؤال ليك. اتفضل. هو لو القمر ده اتشق، هل ده هيكون ليه تأثير على الأرض ولا مش هيكون ليه تأثير على الأرض؟ اكيد طبعا ايه التأثير اللي هيحصل كلهم، في الله اعلم، بس كلهم في فلك يسبحون الى اجل غير معلوم. تقريبا كده يعني، انت يعني تتخيل كده ايه التأثير اللي هيحصل على الأرض لو القمر ده يعني اتشق اللي نصين؟ اعرفه ان القمر دوت مرتبط، والله اعلم برضو، ما اعرفش اهل العلم هيبقوا ادرى مني بكتير، لان انا لسه قايل لك انا لا بتاع دين ولا بتاع علم، بس اللي اعرفه ان بيبقى القمر دوت مسؤول عن حركة الكواكب وعن حركة الزلازل اللي اسمعه، يعني الله اعلم بس كان ده حقيقي ولا مش حقيقي، ان الدنيا هتنتهي تقريبا. يعني القمر ملوش علاقة بحركة، يعني هو بيأثر أكيد انا طبعا، بقول لك بس ما يعني مش اعرفش، بس تأثيره انا ضئيل بقول لك بالنسبة على اللي انا لحركة الكواكب، اعرفه واللي تأثيره اعرفه يعني ان ليه شبه علاقة معدوم ربطها بالنسبة بينا لحركة الكواكب، لكن هو تأثيره مهم جدا 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 للشمس. على الأرض. لا حركة دوران الأرض حوالين نفسها وجاذبية القمر بتتحكم كمان في حركة المية في الأرض، لأن هو بيجذب المية دي اتجاهه، فبالتالي هو سبب بيكون سبب هو وجاذبية الشمس في المد والجزر اللي بيحصلوا على الأرض. فلو القمر ده اتشق نصين هيحصل مصايب على الأرض، هو اتشق حركة يعني الأرض اتشق كلها نصين، هتضطرب. هو اتشق اه يعني اتشق حركة نصين. الأرض لو اتشق نصين يعني انت معلش لما سطح بيتكو، سطح بيتكو مثلا كده حصل فيه شق، بيتشق من اوله لاخره البيت كله بياخد دايره كامله شق، ولا ممكن انت يبقى شق قصدك ان بسيط؟ هو حصل فيه شق يعني ايه؟ يعني انا ما حصل فيه شفتش خرم كده ومعرفش. مثلا ولا لا ايه؟ شق، لا بقول شق، ما بقولش ايه، ما يعني بقولش ايه خرم. شق يعني؟ يعني ايه شق؟ شق؟ ما ممكن في شق صغير وفي شق كبير، ممكن شق قصدك صغير. شق صغير يعني شق صغنطوط كده؟ انت كده بص بتخش الكلام في مجرى الهزار. ما انا بقول لها بسأل بستفهم بص منه. انا عايز افهمك حاجه، وانت لو هتحاول تستفزني يبقى قول لي لا انزل، وبلاش نستفزه بعدين عشان احنا اسكندرانيه زي بعض ايا كان لا انت لا انا مش دينيتك ايه ولا بستفزك والله يا دينك عبد، انا بكلمك بجد، انا بكلمك ايه. بجد. فخلاص يبقى طب نتكلموا وطالما هو بجد شق صغير، وبالرجوله وبالجدعنه طالما هو شق، من غير لحظه ايه، واحده بس، من غير ايه. لحظه واحده ما لحظه انا بقول طالما لك هو شق عميد انت صغير عارف. اه بص لو انت اسكندراني يا هتبقى سيدي، عارف انا ان رحت مفيش القمر، اسكندراني انا هقول بيحب لك الايه. بكلمك كلام بجد، هكلمك رحت كلام بجد. القمر انت انا والقرد رحت بتاعك القمر وصورته النهارده، لنا من فوق ونزلته على التيك توك، وانا شفتها رحت وعملت لك عليها القمر لايك وحطيت ولقيت لك فيه ست شق. قلوب. لحظه واحده بس، رحت القمر ولقيت فيه شق يعني. ثم وبعدين يعني عرف منين؟ قول لي طب انت كويس اهو، انت جيت اهو رحت القمر وعرفت ان في شق، دي لا حاجه لقيت حلوه. فيه شق في القمر، هو ما ده طيب ما حصلش، بس طيب تعال لا نفترض انت كده انه خلاص انت حصل، قلت ان ده انت يدل على ايه؟ طلعت، انت كذاب،
انت قلت ان انت طلعت سيدي ولقيته مشغول. هو انا طلعت يا عم بالقمر ولا رحت في حته من قاعد معاك اهو على البث؟ انا بقول لك تعالى، بقول لك انا وانت طلعنا القمر كده ورحنا لقينا فيه شقه. وبعدين عرفوا منين بقى؟ عرف منين القران من 1400 سنه ان في شقه؟ هو يعني انت بتتكلم ان الشقه ده ازاي يعني؟ يعني ايه نوع الشقه ده؟ اسال اللي شافوه، مش انت شفته؟ ما انا وانت طلعنا مع بعض وشفناه. لا انا ما طلعتش، انا قلت انت طلعت انت والقرد بتاعك، ما قلتش انا. لا طلعت انا اخدت انا وانت طلعنا. لا ما لا انا ما طلعتش انا وانت طلعنا. لا يا عم انا ما طلعتش، انا دلوقتي قاعد بفكر في خير شر. ما طلعتش في حته، انا قاعد في حالي. عارف منين بقى؟ نخش في التاني ولا لسه؟ ما هو مفيش شقه اصلا. طيب خلاص يا عم، اديك رجعت في كلامك اهو، طلعت كذاب على عيني. ما انا كنت عايز افهم منك انا وانت لما طلعنا شفنا الشق ده يدل على ايه يعني؟ كذاب على عيني والله، ما كنتش احبها لك دي. هكمل كمل يا عبد الكريم. استنى بس، عشان ينفع اشتم واحد بس بالله عليك؟ لا ما ينفعش اشتم حد يا عم. مش منكو، مش منكو واحد كده بيقول ولا من اي حد صنايعي وشعبي يا عبدو. لا يا عبدو، فهلوه هبله. لا يا عبدو، لا لا. هو ايه اللي حصل؟ انا كنت بعيد. انا نزلته كان بيقرا الكومنتات وعايز يشتم حد في الكومنتات. طيب ماشي. هو عامه المداخله كان فيها كميه كلاكسات مش طبيعيه، فودانا كانت ابتدت ايه دان الناس برضو مش لعبه مع عبد الحميد. انا نمت بصراحه يا، انا نمت منكم يا. طيب تكبيخ ضعيف يا ماني، تكبيش يا ليه 140 ألف بس يا شباب؟ ما مش رأيكم كده نشد تكبيش شوية ونوصل ل 200 ألف بعدين يا شباب؟ ادينا معاك ليش كده. الهدف لازم نغلقه يعني، هي ظل بس كم 30 قلب وكم من وردة، يا ريت نسكر الهدف يا شباب. طيب الإخوة السادة الأفاضل من ال مسلمين اللي حابين ان هم يطلعوا يتناقشوا معنا، او من المسيحيين يطلبوا جست ويكتبوا الرقم 7، ولو كنت كتبت الرقم 7 قبل كده ارجع اكتبه مرة تانية علشان اخد بالي فطلع حضرتك دلوقتي ولو انت طالب جست. طيب ثائر، نشوف الاستاذ ثائر. هل الاستاذ ثائر طالب جست اصلا ولا هيكسفني؟ طلع طالب جست. ماشي يا سلام عليك. ايوه يا استاذ يا باشا، اهلا بيك استاذ ثائر. تمسوح موجود؟ ايه موجود. اه موجود. اتفضل اتفضل معاك الاستاذ ثائر. استاذ ثائر والله حلوه الاستاذه. دكتور كيف حالك؟ بخير. تفضل. انت بخير حبيبي؟ حبيبي حابب تسالنا سؤال؟ أنا صراحة يعني منكو بديت أفحص ديني، فلقيت إنه فيش حدا كمان بيعرف يرد عليكو. هلأ بما إنه شككتوا بالديانة بس بدي أسأل يعني. هلأ ضل إشي واحد، إنه هلا شكينا في كل الديانات، هلا ما بنفع تشك في ديانة او ديانة، لا يا كله يا بلا منه، صحيح؟ صحيح، متفق معك. صح. هلا وصلت لمرحلة يعني هو زي يعني الواحد لما يفكر هيك بحس حاله اكتر حر لما يبطل يآمن بالديانة، بس وصلت لمرحلة انه في وجود لخالق ولا لا، وانه البني ادم العاطل طيب كيف بده يتحاسب؟ اكيد في وجود خالق يعني انه يحاسب الاشرار. الكلام هذا في مصادر على المطلوب، مين قال لك انه في يوم حساب اصلا يعني؟ مين جبت الكلام؟ وبشوف اللي بدخلوا معاكو يعني بس بضيعوا وقت وبدخلونا بملل، ويعني بعرفش يجاوب خلاص يروح ينقلع. مش ضر. طيب يا ثائر، يا ثائر شارينا في الناس اللي الثاني. انت اعطيني انت تفكيرك حبيبي. انت بتقول
انه لازم يكون في اله عشان لازم يكون في يوم حساب. اللزوم هذا جبته منين؟ ايوه هلا في كمان شيء. من وين جبته؟ انه لازم يكون في خالق لكل هالدنيا. ليش لازم؟ مش معقول ما يكون في خالق يعني. ليش مش معقول؟ يعني لانه لازم الواحد يعني مش اللي بتطلع على بنت وبغازل البنت للقاتل مثلا، للمغتصب، هذا اكيد له حدا يحاسبه. كل 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 كلامك هذا قائم على مصادرات، المصادرات على حاجات انت بتقول انها موجوده وهي لازم تدلل على ليش لازم في حساب، ليش لازم القاتل يتحاسب. لانك انت تحب صح؟ أيوة. انك انت تحب، بس هل هو حقا لازم القاتل يتحاسب ولازم السارق يتحاسب؟ لازم، لانه في امكانيه انه ما ينمسك، انه حسابه عند الله. يعني لو انا مثلا قتلت 50 واحد وما انمسكت، فاهم؟ ومت لحالي اختيار هيك دوت ومت. سامعك سامعك، فاهم الفكر. انت قتلت فلازم حدا. سامعك يا عزيزي سامعك. انت قتلت 50 واحد ونفت. أيوة. بالفعل متاعك. ايوه، فقلت لازم في حياة بعد الموت ولازم في حد يحاسبه. اللزوم هذا جبته منين؟ ايوه هذا اللزوم، يعني بالعاطفة ولا بالعقل ولا بشو؟ بالعقل. ازاي بالعقل؟ طيب دليلك انه في حد راح يحاسب الناس ولا واحد قتل 50 واحد؟ تفضل. هلا هو مش دليل، هو يعني انا فكرت هلا في عندنا اليوم زي الشيوخ السلطان، وفي عند المسيحيه برضه زي الشيوخ السلطان نفس الشيء، وعند اليهود نفس الشيء، هذول الربانيين برضه ايش بدهم الكبار بيحكوا. هلا ممكن كان من زمان، يعني ممكن كانوا الانبياء صحيح وموجودين ونزلوا بس تدلسوا عليهم بعديها، وممكن اصلا ما نزلوا كلهم مافيات وكل حكي. انت رحت بيا سثار، انت رحت بيا المكان ثاني، انت قلت لي أيوة. انسان قتل 50 واحد فبالضرورة لازم يتحاسب. انك انت كأستاذ ثائر ولا انا كتمسوح حابب انه الشخص ذاك يتحاسب رغم انه ما تمسكش، فهذا مش دليل، هذا اسمه مغالطة الاحتكام الى العاطفة. انت تتمنى وانا نتمنى وماني وكل الناس تتمناه انه يكون في حساب الشخص هذا، لكن هل في دليل؟ لا، العاطفة مش دليل، انت شو تحب مش دليل. طب وايش الحل؟ انت بتقول انه الكون هذا لازم بالضرورة يكون عنده خالق، انت بتحب الفكرة هذه لانها مسهل عليك كثير حاجات، مسكرت لك ملفات في دماغك منين جينا وليش جينا وكذا وكذا وكذا، فتحب انه يكون فيه. هل في دليل؟ لا ما فيش دليل. يعني لأنك تقول إنه بما إنه واحد عمل شر، سرق، قتل، اغتصب كذا، فبالضرورة لازم يكون في واحد يحاسبه، هذا تفكير بشري. الإنسان لما يعني استحق المحاسبة الناس عشان ما تصيرش الدنيا غابة فعل هذا الأمر، عمل قاضي وعمل صاحب الشرطة وعمل قوانين وعمل كل العقوبات وبنى السجون وكل ذلك. لكن كعالم ككل انه في حاجة بعد وراء الموت، بعد الموت هذا اصلا لازمها دليل، انه في حد رح يحاسبه لازمها دليل. انك تتمنى انه في هذا كله موافقين، كلنا نتمناه، حتى في لا دينين يتمناه انه يكون في اله ويحاسب وكذا، بس للأسف ما فيش ولا دليل. أيوه. فالدليل قل لي انا دليلي انه كذا وكذا، مثلا مقدمات ونتائج، مثلا باستعمال برهان الخلف مثلا، اما انه بالتمني لا، بالتمني مش دليل. انا كمان بتمنى انه يكون في يوم حساب، وانه مثلا مديري في الشغل اللي ظلمني، انه الانسان اللي ضرب اخوي، الانسان اللي قتل ناس بحبهم، بتمنى انه
لكن هي عاد جديدة. بس في دقة في الحياة يعني. يعني في أشياء موجودة يعني أكيد في لها خالق يعني ما في. خلينا نشوف الدق. نفس الفم فيه مجرى الهواء اللي تنفس به هو نفسه تستعمله بالأكل. فإمكانية إنك تختنق بالأكل وفي عوض الأكل يمشي المجرى المعدي يمشي المجرى الهواء إمكانية سهلة جدا. عندنا كثير من الأطفال يموتوا بهذه الطريقة بسهولة. أعتقد في إحصائية إنه 8% من الأطفال يموتوا بالطريقة هذه. نفس العضو اللي تمارس به الجنس هو نفسه اللي تخلص به من البول. حشاك حاش الناس اللي بتسمع. فين الحكمة في القصة هذه؟ عندك مليارات الكواكب ما عندهاش ولا منفعة لنا، سايرة في الفضاء ولا عندها أي مهمة ولا أي دور في الكون. طيب مثلا سؤال محيرني، الجن شو دورهم باللاذقين مثلا؟ ما فيش حاجة اسمها جن حبيب. هلا في جن. دليلك؟ في جن وعفاريت وبيطلعوا للناس وبلبسوهم دليلك؟ أنا عمري 39 سنة ولا مرة طلع لي جن ولا عفريت ولا شيطان ولا جاني مس ولا حلمت بحاجة وتحققت ولا أي حاجة من هذه الأمور. واللي بيحضروا أرواح وحتى أجانب يعني فيه دجالين، هم الأجانب مقتصرين على العرب بس. هم الأجانب هم اللي اخترعوا النصب والدجال أصلا. أيوه. السحر اللي بيسووه مع جن. السحر ما فيش حاجة اسمها تاعت بني أدمين. ما فيش حاجة اسمها سحر يا أستاذ. انت من مرة كل شيء ممحي عندك. حبيبي احنا بنقول لك، حبيبي اسمعني يا استاذ تير، احنا بنقول لك احنا اللي دينيين. يعني جن هذه كلمة دينية، يعني ما فيش في الحقيقة. السحر دينية كمان، الرؤى حاجات دينية، فعادي ان احنا ما بنصدقش بالحاجات هذه. فهمت؟ ايوه. هلا في كمان يعني هلا بتعرف احنا مسلمين، هلا صعب انك تتخلى عن كل اللي درسته وكل اللي دحشوا لك اياه في راسك اهلك والعالم اللي حواليك. اما احنا تخلينا انا ما شفتش في في في, في التيك توك واحد دارس الدين اكثر من الملحدين واللاديني. ايوه يعني انا شفت الدكتور الاستاذ محمد صالح يعني مش عارفين يجاوبوه. هو استاذي ومعلم. يعني انت مثالك يرتد عليك لما تقول كيف واحد دارس ومتلقن وحافظ للقران وعندك مثال الاستاذ محمد صالح. ايوه. انت شفت في التيك توك واحد اعلم منه بدين الاسلام؟ يعني بتقدر. انا بحس انه هو ريحني من الدراسه، هو مخلص الكتب. انا شايف انت لما تدخل البث الاستاذ محمد صالح. انا دائما بدخل. تتعلم دينك ولا لا؟ تتعلم دينك ولا لا؟ انا يعني بحس انه هو يعني ما في جدال معه. لانه ما بيقدروا له. انسان عدى سنوات من حياته بيدرس الشريعه وبيدرس علم الحديث ويدرس التفاسير. وعلى فكره الاستاذ محمد صالح مش متفقه في الدين بس، الاستاذ محمد صالح في التاريخ حاجه من وراء الخيال يعني. هلا هو خلاني اشك اولها، بعدين صرت مش شاكك، صرت متاكد. صرت لدين يعني مثلا. أيوه. وأنا أصلا يعني كنت أنا بالحروب يعني شو مرأت كل هالبلاد حروب. واللي طب معلش ممكن تخلينا ناخد المخالف يعني اتكلمنا. أيوة وسألنا أسئلة مختلفة كتيرة وأعتقد إن إحنا حاولنا إن إحنا نجاوب على أسئلتك، فشكرا تمسوح وشكرا أستاذ تاهر. أيوة. بس خلينا ناخد حد تاني. شكرا لك حبيبي، دايما منورنا، خليك معنا على الاستماع. شكرا لك. معكم. طيب
الإخوة السادة الأفاضل من مش محسوبة يا زمان كل ده مش محسوبة مالي أروح أنيم تنصوحة وارجع طيب يلا الإخوة السادة الأفاضل من المسلمين اللي حابين يطلعوا اكتبوا الرقم 7 ورجاء رجاء رجاء يا جماعة لو حضرتك لديني ما تكتبش 7 تعالى أستاذ سامي طلع ماجد يا صبرك علي يا صبرك صبرك علي بس حاضر حاضر صبرك علي حسام الشديفات يلا بس نطلع ماجد كده نطلع الاستاذ حسام الشديفات ايه الاسم ده غريب قوي الشديفات ده يعني اذا رديت مكاني ما يعني على طول نزلني وطلع حبيبي روشك حبيبي تمام طيب استاذ حسام تحياتي يعطيك العافيه صوتي واضح واضح دلوقتي يعطيكم العافيه يمكن هاي مش اول مره ادخل معكم ولكن المره الماضيه كان موضوع الحوار غير متناسب بانني اتحاور الان السؤال مفتوح يبدو فعندي تساؤل او سؤال بس تعرفنا عليك الاول بس استاذ حسام حضرتك مسلم صحيح مسلم سني من الأردن حبيبي الله يحفظك ويسعدك طبعا احنا متفقين انه كلياتنا نبحث عن الحقيقة وكلياتنا نبحث عن الحقيقة تمام فأنا عندي سؤال انه ما بعرف انا احاور مين بس استاذ ماني انا عارف سامي استاذ احمد سامي انت موجود موجود ان شاء الله تفضل معاك الاستاذ حسام العافيه استاذ احمد اهلا بك استاذ حسام استاذ احمد انا عندي سؤال يعني من الاسئله اللي ممكن تكون محيره احنا وانتم قرانا يعني في السيره وقرانا في تاريخيا وكذا وعملنا مقارنات وقرانا مقارنات الاديان فوصلت لمرحله انه يعني في ادعاءات انه الرسول ماخذ من القصص التاريخيه الزرادشتية الديانه وماخذ من الديانات الاخرى وماخذ علوم الاسبقين وكذا هذا لا يدل على انه انسان عظيم كان بامكانه انه يكون انسان عظيم مثل اي واحد من العظماء السابقين وكان بامكانه انه ياخذ طريق اخر يعني ليش اختار هذا الطريق اذا لم يكن هو فعلا وحي أنزل عليه يعني أنا أظن أن لا نختلف على حقيقة أنه إذا كان هنالك شخص واحد أنتج هذا المنتج اللي تبعه مليارات واللي صار في كل هذه الخلافات اللي من ضمنها هذه الجدالات أنه شخص عظيم لا أظن أننا سنختلف على هذه النقطة لماذا أخذ هذا المسار بالذات أنا أريد إجابة يعني ليس للجدال أريد إجابة لي يعني لو هو كان عمل حاجة مختلفة عن الأولين وأحسن من اللي عمله الأولين كان هيبقى تقييمك لإيه؟ لو هو أخذ من الأولين كما أخذ يعني كما يدعى أنه أخذ لا. وبنى عليه وبنى عليه؟ لا 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 دلوقتي حضرتك بتقول إن إنسان عظيم ما أنا هحاول هشرحه لك تاني حضرتك بتقول إن هو إنسان عظيم علشان هو أخذ من الأولين وأخذ من السابقين طب هو عظيم علشان أخذ من الأولين طب لو ما خدش من الأولين وبنى المنهج بتاعه هو من سكراتش من الأول خالص والناس بقى متابعينه بالمليارات زي دلوقتي كان هيبقى إيه؟ أعظم كان هيبقى تقييمك لإيه؟ كان هيبقى أعظم صح؟ طبعا يعني كان ربنا قادر إن هو يوحيله بحاجات جديدة تكون فيها تشريعات جديدة وتكون أفيد للناس فبالتالي كان هيبقى أعظم بالتأكيد إذا بدنا نتفق على النقطة اللي أنت طرحتها أكيد لو ما اتكى يعني إحنا نسميه أو أنتوا طبعا كلنا من أهل اللغة يعني نسميه الاتكاء يعني حتى بالروايات وبالأدب نسميه الاتكاء على الآخرين اتكاء في الرواية الاتكاء في الشعر ف نسميه الاتكاء انت قصدك انه دخل بدون اتكاء كان سيكون اعظم من ان انه اتكاء يعني انت اللي بتقول يعني انا كان ممكن اقول لك لو هو بيوحى اليه ومن عند ربنا
فكان الأولى أنه يجيب حاجات جديدة. إنما علشان هو لا يوحى إليه وعلشان مش من عند ربنا فاستسهل خد اللي الناس كانوا بيعملوه قبل كده وراح عمله. ده الأقرب للعقل. هذه من زاوية. ماشي. هذه من زاوية. الزاوية الثانية إنه شخص ملم بكل هذه المفارقات، كل هذه المفارقات عنده، كل هذه الأشياء اللي سببت جدل، يعني مثل ما يقول المتنبي ويسهر الخلق جراها ويختصموا، عمل كل هذا القلق، فهو إنسان عظيم. إيه القلق اللي هو يعني إيه الحاجة الغريبة يعني اللي هو عملها؟ ما عملش حاجة. هو خد نفس عادات قريش والعرب وراح أقرها عنده كما لو كانت هي شرع من شرع السماء. لا، إذا ندخل مثلا على 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 قصص الأنبياء، مثلا طوفان نوح و و و والأشياء، وقصة قصص الأنبياء بشكل عام التاريخية، تراث يعني. طيب، قصة الأنبياء بشكل عام هو بصراحة لم يدركها كلها، لأن يعني مثلا القصص اللي هم الإخوة الموسويين يعني في العهد القديم والعهد الجديد عندهم بتاع 40-50 نبي، هو ما خدهمش كلهم، هو ان هو ما يعرفهمش وما كانش عنده يعني مساحه ان هو يعرفهم اصلا، ولا كان عنده القابليه انه يعرفهم. خد منهم 6-7 اتكلم عنهم، اللي قدر ان هو يلقطهم ويحفظهم من الاخوه اللي كانوا بيعلموه. كان في اخوه كده بيعلموه، واخد بالك، يقول له احنا بقى عندنا في المسيحيه عندنا نبي جامد جدا اسمه موسى، احنا بنحبه جدا جدا موسى. ده ليه يا عم بتحبه موسى؟ ده عمل وعمل 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 وعمل. طيب مين تاني؟ والله عندنا نبي تاني اسمه ابراهيم قبله. ابراهيم ده بقى ابو الانبياء عندنا، ده اللي ابنه بقى اسحاق، واللي ابنه يعقوب، ويعقوب ده كان عنده 12 واد وبت، وكانوا عملوا كذا، وكان ابنه كان يوسف، ده كان راح مصر وبتاع. في ساعتين ثلاثه هجمع قصه ست سبع انبياء واقولهم ايه الحاجه العظمه. فين بقى ميخا؟ فين اشعيا؟ فين هوشع؟ فين بقى كل الانبياء دول؟ فين صمويل الاول والثاني؟ فين نفان؟ فين الناس دي؟ ما يعرفهمش، لأن ما كانش عنده فرصة للأسف الشديد إن هو يتعلمهم كلهم. هذا على صعيد قصص الأنبياء، وعلى صعيد التقنين المجتمعي، يعني وضع القوانين وضع القوانين الاجتماعية، محددات الاجتماعية اللي هو ما وضعش حاجة خالص، ما وضعش حاجة. هو كل اللي هو فكر فيه الخمس ست سبع حاجات بتوع قانون العقوبات، اللي هم اللي سرق تتقطع ايده، وده كان موجود قبل كده اصلا عند البدو عند العرب عادي. اللي مش عارف الزاني يرجم، ده كان موجود عند الاخوه المساويين. اللي مش عارف مين يتجلد وبس على كده. يا عم انت لو قاعد انت واصحابك يعني عامل كامبينج اسبوعين ثلاثه، هتحطوا لنفسكم قوانين اكتر من كده بكتير. مين يعمل ايه، ومين يصحى، ومين يسهر، ومين يعمل الاكل بكره، ومين يخلي باله من كذا، ومين يروح يجيب لنا مش عارف ايه وبتاع. هتحط قوانين كتير. بص كده على قانون العقوبات، طبعا الدول لا تقوم بقانون العقوبات بس، الدول فيها قوانين كتيره، فيها دساتير. لما هو راجل دوله، اول حاجه هيفكر فيها هو تداول السلطه. ده اول حاجه هيفكر فيها، هيفكر في البناء الاداري بتاع الدوله. يفكر يعني ايه يبقى فيه وزراء، ويعني فيه يبقى كذا، ويعني فيه يبقى يعني يبقى فيه قضاء، ويعني ايه يبقى فيه مش عارف الاشياء اللي زي كده. يا راجل، ده الراجل جاله صفوان بن اميه اللي هو كان بيديله فلوس لغايه ما اسلم وهو بيحبه جدا، دخل الجامع، نام شويه على الرداء بتاعه، صحي لقى واحد سرقه، فلما شاف اللي سرقه خده من ايده على الرسول، قال له الراجل ده سرقني، قال له طب خدوه قطعوا ايديه، ولا سأل ولا اديني شهود ولا قال له عملت كده ليه، ولا قال له. يمكن الراجل مش واخد باله، يمكن الراجل عبيط، يمكن اي حاجه، لدرجه ان صفوان بن اميه نفسه بيقول له ما قصدت ذلك، قال له لو علمت ذلك لصدقت عليه به، قال له اما كان قبل ان تاتيني به. طب ما تقول لي، قول لي على فكره الراجل ده لو انت متاكد ان هو اللي سرقك انا هعمل معاه كده، فانا اقول لك اه ولا لا. ده في الاول في الاخر الرداء بتاعي. فيعني مفيش اي اداره دول ولا قوانين ولا تشريعات ولا اي حاجه. هو فضل يقود المدينه بحكم القبيله، بعقليه القبيله، وانا شيخ القبيله وانا اللي بحكم ومش عارف ايه وبتاع. لدرجه ان هو بعد ما الراجل مات الناس سابوه 3 ايام، يعني لغايه ما انتن زي ما كان بيقول ابن كثير، عشان عمالين بيتخانقوا مين هيحكم المدينه ومين هيحكم الدوله الحديثه.
وده منا وزير ومنا امير ومش عارف ايه وبتاع، واتخانقوا كده لغايه ما خلوا ابو بكر هو اللي يحكم مكانه. اول حاجه هتلاقي موجوده عندك في الدستور بتاعك في الاردن، في الدستور عندنا في مصر، في اي حته، هتلاقي اول حاجه نظام الحكم ايه؟ الاردن مملكه، مصر جمهوريه، نظام الحكم فيها جمهوري. ايه معنى جمهوري؟ خلاص معروف، جمهوري معناها ان في رئيس دوله. وبعد كده في الدستور هيوريك اليه الانتخاب ايه، وتداول السلطه ايه، واللي مش عارف ايه، واللي انتقال السلطه ايه، وايه جهات السلطات اللي موجوده، الثلاث سلطات اللي موجوده في الدوله هم ايه، التشريعيه والقضائيه والبرلمانيه ومش عارف ايه وبتاع والحاجات دي. مفيش الكلام ده، فين عمل فين الكلام ده؟ هو كان راجل حرب عظيم، هو كان قائد عسكري عظيم جدا جدا، كان فيلسوف اجتماعي، يعني راجل فكره يدرس في علم الاجتماع حقيقة دي. لكن لا، مش راجل دولة يعني بمعنى الإدارة بتاعت الدولة، ما كانش عنده رؤية فيما بعد إيه اللي هيحصل. كل اللي انت بتشوفه ده كله اجتهادات من الفقهاء، هم بقى خدوا حتة من هنا على حتة من هنا بالإجماع وبالقياس وبالاستصحاب ومش عارف إيه، وبشرع من قبلنا شرع لنا لو لم يخالف شرعنا مش عارف إيه والكلام ده. اللي بنى الدولة الإسلامية فعلا بعد كده واللي خلاها تستمر بعد كده هو الناس الفقهاء دول. فما فيش يعني الموضوع ما كانش بالشكل اللي انت متخيله، يعني هو ما كانش في دماغه ده هيحصل اصلا. هو كان في دماغه ان القيامة هتقوم خلاص. قال لك، بيقول لك، انا بعثت انا والساعة كهاتين. لما لقى علي بن ابي طالب بيغرس فسيلة، قال له ما تفعل يا علي؟ قال له مش عارف بغرس فسيلة. قال له الامر اقرب من ذلك، لسه هتغرس فسيله وكمان 5 سنين تطرح لنا بلح، وكمان 10 سنين مش عارف يبقى ايه. وليه يا عم الموضوع خلاص، هم كلها 2 3 اسابيع والقيمه هتقوم. جميل فعلا، جميل والله. ثق تماما انه احنا الصوت واطي جدا عندنا. انا اسف، ثق تماما. احنا انا عن نفسي وفي كثير مثلي، احنا نسال لانه احنا مقتنعين. للامانه انا من الناس اللي مقتنعين بالفكر الاسلامي الى حد الان، وانا اقول لك هاي كلياتنا. الانسان اللي يبحث عن الحقيقه قناعاته تمثل الى حد اللحظه التي يتحدث بها، ربما تتغير القناعات. لكن كل كلامك رائع جدا. انا يمكن اخذت وقت اكثر من اللازم، اعتذر، بس عندي لسه يمكن ملاحظه بسيطه، ما بعرف اذا الوقت يسمح. تفضل امور. في 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 كمان مفارقة بسيطة، أو في مشكلة يعني، اللي هي اللغة. إذا إحنا اعتمدنا على إنه اللغة كانت قبل القرآن، في القرآن هذا الشيء عظيم جدا لغويا، لأنه فعلا أنا شوي مائل إلى المجال اللغوي شوي، فأنا فعلا وجدت في بلاغة عظيمة، هذا من ناحية. لكن إذا اعتمدنا إنه القواعد اللغوية أخذت من القرآن فلا. فأنا بدي أسألك بحكم أنك يمكن أعرف مني، أنه هل القواعد اللغوية أخذت من القرآن أو كانت موجودة أصلاً والقرآن اعتمد عليها؟ بحكم مين حط القواعد اللغوية دي؟ مين حط القواعد اللغوية دي؟ مش أبو الأسود الدؤلي؟ صحيح، والمؤخرين سيبويه، لكن اعتمد على النصوص السابقة. اعتمد على القرآن نفسه، اعتمد على النصوص والشعر الجاهلي. الشعر الجاهلي ده عشان يستدلوا بيه على الإشكاليات اللي موجودة في القرآن. طبعا إذا استثنينا كتاب في الشعر الجاهلي لا طه حسين، فهذا قصة أخرى. هذا قصة أخرى. طه حسين متأخر، بس اللي أنت بتتكلم عنه حاجتين مختلفين. أنت بتتكلم على البلاغة دي حاجة، والنحو دي حاجة تانية. بلاغة معناها من بلغة، يعني توصيل المعنى بقى أقل. صحيح، اختزال الجمل، و مثل ما يقول نفر، إذا تسعت الرؤية ضاقت العبارة. هل القرآن كله بليغ؟ إذا حاكموا لغويا، في مباشرات، في أشياء مباشرة فيها مباشرة، وفيها أشياء فيها اختزال وفيها بلاغ. يعني مش كله بليغ؟ لا. نعم. طيب، لو 2 قاعدين على القهوة في قريش وعمالين بيتكلموا، هيبقى كلامهم كله بليغ ولا في حاجات بليغة وحاجات مش بليغة؟ حسب مين هم الاثنين، لكن في مستوى معين سيكون مزيج. يعني لو عمرو بن كلثوم مثلا قاعد بيتكلم مع طرف من العبد، أكيد النقاش راح يكون في بلاغة وفي بلاغة وفي مباشرة. نعم، في بلاغة وفي مباشرة. كذلك القرآن بالنسبة للقواعد، أنا كنت أحكي بالنسبة لأنه عدم وجود أخطاء لغوية في القرآن، إذا اعتمدنا أن الشعر الجاهلي جاء قبل القرآن،
قلت لك بغض النظر عن كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي اللي هو نحل الشعر. انت وانت بتتكلم مع حد من قرايبك مثلا باللهجه الشامي الاردني بتاعتكم دي، في اخطاء لغويه في اللهجه الشاميه بتاعتكم وانتوا بتتكلموا؟ بلهجتنا لا، ما هي دي لهجه قريش، دي اللهجه بتاعتهم، ده اللي بيتكلموا في الشارع يعني، مش حاجه جديده يعني، فمستحيل يكون في اخطاء لغويه. شكرا استاذ احمد، شكرا. انا اعتذر واتمنى اكون خفيف ظل عليكم. لا شرفتنا يا استاذ حسام، اهلا بك. تحياتي استاذ حسام، نورتنا. شكرا ليك وشكرا يا سامي. طيب تحياتي يا ماجد، منور الدنيا حبيبي. كابتن ماجد مساء الفل عليكم، اهلا وسهلا، اهلا اهلا اهلا، هذا الجمع المبارك، مساء الفل. تحفنا الملائكه دلوقتي ويذكرون الله في من عنده. على الله بس ما يكونش بيلعننا في من عنده. لا يلعننا ازاي، معقوله؟ ده احنا عايزين نذكره. صحيح احنا عايزين نذكره بقى، حاصرينه في ادوار الشر يعني. ده لو لمح نذكره فعلا صحيح على راي سامي. لا احنا عايزين نذكره يا عم، احنا بنقول القران اكتر من المسلمين بيقولوا القران. طيب الاخوه الساده الافاضل من المسلمين اللي حابين ان هم يطلعوا يتناقشوا او عندهم اسئله، يتفضلوا بكتابه الرقم 7 ويطلبوا جست، وفي قول آخر يطلبوا جست ويكتبوا الرقم 7. طيب الله يا أبو ليث. أهلا يا ماجد، إزيك؟ أهلا يا لوجيك، إزيك وفري مايند طبعا ودكتور تمسوح وعبد حميد وسامي وحسيني وكل الناس وماني طبعا. انا سلمت كده بالجامعه، بعد كده نبقى نسلم الافراد. استاذ ابو ليث عندك صدى اخر وافتح المايك. ابو ليث تسمعني؟ يعطيك العافيه يا سيد، يعطيك العافية، أهلا وسهلا. سامعيني؟ نسمعك الآن يا صديقي، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا فيكم جميعا. والله سمعت الحوار قبل قليل وفعلا يعني حوار ممتع، ومن حق الجميع أن يطرح مثل هيك أسئلة حول الأديان وبالأخص القرآن الكريم يعني. بس اتوقع انه الاخ ماني كانه كان يتكلم انه النبي محمد يعني لم ياتي بشيء فيه معنى الدوله او اداره الدوله او اداره الاحكام التشريعيه القانونيه، هيك اللي فهمته انا. قول لي ايه عليه تداول السلطه في الدوله الاسلاميه يا استاذ. تمام. فهاي القضية يعني احنا من ننطلق من تقسيم السلطات تحليل القرآن الإسلامي. بس انت خليني احكي دقيقة وبتقدر تناقشني في الفكرة بدي احكي لك اياها، يعني بدي احكي لك فكرة تقسيم السلطات. ماشي، انا عندك الصوت سيدي بعيد، كأنك بتحكي الصوت بعيد عندك. الصوت بعيد، قرب الميكروفون كده. خليك ثانية. الله يسعدك. حاضر، ثانية، خليك معايا ثانية. أنا مش سامعك. الصوت كده واضح؟ هيك أحسن، شكرا لك. طيب قول لي شو سؤالك؟ يعني ما سمعت سؤالك. السؤالين، ما هي آلية تداول السلطة الموجودة في الإسلام؟ آلية واضحة وصريحة كده ومتفق عليها، تيجي تقول لي كده في اتفاق أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تداولتم السلطة فافعلوا كذا وكذا، أو قال الله تعالى في محكم التنزيل إذا تداولتم السلطة فافعلوا كذا وكذا، ده واحد. اثنين، نعم، قل لي ما هي آلية تقسيم السلطات في الدولة الإسلامية؟ يعني أي دولة النهاردة احنا عارفين بيبقى فيها تعددية في السلطة، ما بيبقاش في سلطة حاكمة واحدة، بيبقى عندي حاجة اسمها سلطة قضائية، سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، سلطة رقابية، وما إلى ذلك من السلطات المختلفة التي تعرف عليها البشر. تمام. واجتمع عليها البشر على أنها يجب أن تكون موجودة. قول لي السؤالين دول، رد عليهم. أوكي. رد علي فيهم وردك. صبرك علي. صبرك.
وردك هيكون مع الاستاذ ماجد. الاستاذ ماجد هيدير معاك النقاش. اتفضل يا ماجد، معاك الاستاذ ابو ليف هيرد على السؤالين دول. تمام اوكي اوكي اوكي. الان في موضوع التداول وفي موضوع التقسيم. السؤال الثاني، خليني ابدا في السؤال الثاني اللي هو التقسيم، تقسيم السلطات. طبعا النبي محمد تقسيم السلطات باشره لما دخل المدينه المنوره او يثرب، اول خطوه عملها وثيقه المدينه. وثيقه المدينه هي وثيقه عامه لكيفيه التعامل العام بين القبائل العربيه وبين المسلمين وبين اليهود وبين المشركين. فالوثيقة المدينة طبعا هي وثيقة لما نقرأها نجد فيها كثير من الأحكام القانونية، تمام، من حيث خاصة من حيث حرمات الدم، حرمات المال، يعني حرمة النفس وحرمة المال، وكيفية التعايش السلمي بشكل عام. هاي وثيقة المدينة، يعني إذا منا نتكلم فيها ونتوسع فيها منا نفتح اللابتوب أو نفتح وثيقة المدينة في كتب السيرة ونقرأ جملة جملة، لأنها وثيقة كبيرة شوي، يعني فيها بحدود 34 أو 36 بند على ما أذكر، تمام. الخطوة الثانية كمان في في الموضوع تقسيم السلطة، في كان في تقسيم مالي، في كان تقسيم اجتماعي، في كان تقسيم قضائي. معاذ كان من القضاة، علي كان من القضاة، وكان هؤلاء القضاة حتى يخرج البعث إلى اليمن كان معاذ على رأسهم، معاذ بن جبل كان على وفد تقريبا من 70 صحابي، وكان من القضاة الذين أرسلهم النبي محمد إلى اليمن حتى يحكم بين الناس فيما يخص المسلمين وفيما يخص أيضا المشركين وفيما يخص أيضا أهل الكتاب. أهل اليمن ما كانوا مسلمين. أيضا القضاة كانوا في المدينة، كانوا أطراف المدينة، كانوا في مكة. بعد فتح مكة رجع محمد للمدينة وترك في مكة من يقضي بين الناس، هذا اللي هو التقسيم القضائي. التقسيم المالي كان يأتي يبعث الرسل أو يبعث المندوبين في تحصيل الزكاة، تحصيل الصدقات، تحصيل الخمس في الغنائم أو الموضوع تقسيم الغنائم، تمام. وبعدين كمان كان في موضوع توزيع الحصص المالية في الزكاة، وكان محمد نفسه يشرف على ذلك. فإذا حتى كمان في القضايا الاجتماعية، قد سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تشتكي إلى الله، تشتكي إلى زوجها والله يسمع تحاوركما. كثير من الأحكام حتى القضائية والتشريعية فيما بعد الموت، خاصة الميراث وهو مبني على علم الرياضيات وتقسيم رياضي. أيضا في عندي أنا بشوف كمان أبو ليث، يعني هذا جواب السؤال الثاني. جواب السؤال الأول القرآن فيه المبادئ. خلينا في جواب السؤال، خلينا في الجواب الأولين اللي حضرتك جاوبته ده. يبدو أن حضرتك لا أنا السؤال الثاني جبت عليه أولا. يعني في حياة محمد، في حياة محمد كان في تقسيم للدولة أو كان في تقسيم للمجتمع المدني؟ أيوة أنا فهمت. تنين على مستوى طيب. مجتمع مدني، ما بحكي على مستوى دولة. الآن ما بعد محمد، ما بعد محمد لم يترك عبثاً. إحنا سمعنا. أعطيني بس سمعنا. دقيقة وخلصت. أعطيني دقيقة وخلصت. طيب. دقيقة أقل من دقيقة. اتفضل. ما بعد محمد، ما بعد محمد، تمام، كدولة أو كتنظيم اجتماعي على مستوى مدينة يثرب أو على مستوى مكة والمدينة وكم من مدينة صغيرة حواليها، يعني مش هالامتداد العظيم، عفوا، على المستوى هذا القرآن الكريم فيه جميع القواعد التي ينبني عليها أي دولة في العالم إلى قيام الساعة. إلى أن أقول لك الناس نحكي قيام الساعة، إلى أن تفنى هذه الأرض، إلى أن يأتي وقت فنائها، وقت زوالها، وبالأخص قوانين الدولة الأخلاقية اللي هو القانون. أصلا شو القانون؟ معيار أخلاقي. القانون هو المعيار الأخلاقي في الاحتكام إليه بين الناس. دي أخلصت. يعني أعطيك بس آية واحدة. خلصت آية واحدة حتى مش الآية كاملة. تفضل. إن الله يأمر بالعدل
والإحسان وإيتاء ذي القربى. أي عدل بشوفه في أي منطقة في العالم بيحقق العدل، الإسلام يأخذ منه. إن شاء الله من ألمانيا، إن شاء الله من اليابان، إن شاء الله من الصين، ما دام بيحقق طيب عدالة. لو حضرتك ذكرت، لو حضرتك تذكر البلدان كلها، خلاص ما احنا كده فهمنا. تعال نرجع يا فندم للوثيقة. أنا خلصت، خلصت مداخلتي، أنا حاب أسمع منك. طيب يا فندم، تعال نرجع للنقطة الأولانية اللي حضرتك، يبدو إن حضرتك ما فهمتش السؤال بتاع ماني كويس. ماني كان بيسأل حضرتك بمفهوم الدولة اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، اللي فيها حواجز ما بين السلطات تضمن عدم تغول السلطات ما بينها وبين بعضها. حضرتك ذكرت الوثيقة بتاعت المدينة وسردت منها بعض بنود. البنود اللي حضرتك سردتها دي لا ترقى إلا إن هي تكون بنود لصلح أو طريق التعايش ما بين مجموعة قبائل وبعضها. إحنا بنسأل يا فندم على شكل للدولة فيها مجموعة من السلطات واحدة فوق الأخرى، وفيهم يعني تمازج كده، وفيهم جزء فيهم أوفرلاب، تعاون ما بينهم ويضمن عدم تغول واحدة منهم على الأخرى. لكن الوثيقة اللي حضرتك بتتكلم عنها إن دول ما يهجموش على دول، ودول يخلوا بالهم من دول، ودول لو هجموا عليهم يبقى دول يقفوا معاهم، لا ترقى إلا إن هي تكون يعني زي عندنا في مصر كده، واحد شيخ عرب ولا واحد يعني حاكم لمجموعة قبائل وبينظم الأمور ما بينهم فقط لا غير. دي نقطة. النقطة الثانية اللي حضرتك بتقولها إن هو أرسى القواعد الأخلاقية. يا فندم أرسى، لا، النقطة الأولى اللي حضرتك قلت إن هو فيه تراتبية وقال إن دي من الحكام. الصوت قطع عندك يا مامك. قال دول، قال ده من القضاء، وده ده كان من يخلف ده في المدينة. برضو لا يرقى غير ان هو يكون تراتبية موجودة داخل القبيلة. احنا ما عندكش اسلوب لاختيار من هو القاضي، والقاضي ده عشان ما يكونش الحكم بتاعه في ظلم على الناس، ايه الآلية اللي احنا نقدر نحاكم بيها القاضي نفسه عشان ما ينفردش بالحكم لوحده؟ كل ده مش مذكور يا فندم. دي كانت شوية قواعد الحتة بحتتها كده. لما ده يبقى يطلع بره المدينة يبقى ده يمسك مكانه، لما ده مش عارف يموت يبقى ده يمسك مكانه. وفي الغالب الموضوع كان كله ليه علاقة بالمصالح. يعني احنا ما نعرفش المعيار اللي بناء عليه ده يكون قاضي او لا. احنا عارفين ان الرسول عين فلان يخلف في المدينة لما هم يخرجوا في الغزوة. ايه المعيار؟ ما عندناش معيار. النقطة الاخيرة اللي حضرتك ذكرتها وهي القواعد الاخلاقية. يا فندم القواعد اللي حضرتك بتقولها دي قواعد موجودة من الاف السنين. يعني لما تقول لي ان الله يأمر بالعدل، طب ما انا ممكن اقول لك ان امون يأمر بالعدل. ايه الجديد هنا؟ ايه مفهوم العدل اصلا؟ وزي ما قلت لحضرتك نرجع للقواعد اللي سألك عليها ماني الاول، عشان نحقق العدل ده مش لازم يكون في اليات لتحقيق العدل ده، لازم يكون في نظام لتحقيق العدل ده يضمن ان العدل ده يتحقق وما يجرش احدى السلطات على غيرها. كل ده مش موجود يا فندم، كل ده تم بناؤه بعدين لاحقا. انت زي ما سامي قال من شويه ان اللي احنا شايفينه قدامنا من الاسلام ده تم بناؤه على مدى 1400 سنه اللي فاتوا. الرسول ما عملش الكلام ده خالص خالص، بل ان الرسول نفسه لم يلتزم بيه في احوال كتيره جدا، لم يلتزم بيه. اللي عندنا حادثه كانت في سيده في المدينه زوجة لرجل أعمى. الحادثة كانت كالآتي: الرسول صحي الصبح لقى الناس مدمومين، إيه يا أخوانا إيه في إيه؟ قال لك ده إحنا إيه، في واحدة ست ميتة وابنها تحت رجليها ما ملطخ بالدماء. فقال: أنشدكم الله، من فعل هذا لي عليه حق. يعني هو سأل، فواحد الراجل الأعمى جوزها ده راح قايم قال له: يا رسول الله، انا الست دي كانت بره بي ولي منها ولدين كاللؤلؤتين، وانها كانت تخوض فيك، فانهرها فلا تنتهر وازجرها فلا تنزج.
عمل ايه؟ الرسول حكم بالعدل هنا ازاي؟ قال اشهدكم ان دمها هدر. هل هنا في اي قاعدة من قواعد العدل اطلاقا؟ هل هو طالب الراجل ده بشهود على الواقعة اطلاقا؟ مفيش خالص. مجرد ان الراجل جه مجرد ذكره لانها كانت تذكرك بسوء يا رسول الله فاذكرها فلا تنزجر وانهارها فلا تنتهر، خلاص يبقى دمها هدر. هل هذا من العدل يا استاذ؟ مفيش اي حاجه من اللي حضرتك ذكرتها دي غير في مخيله حضرتك فقط. اتفضل يا فندم. تمام يعني انت النقاط اللي ذكرتها كثيره صراحه، فانا خليني بدي يعني ارتب النقاط وانت عارضني اذا كان ترتيبي خطا معك. وارجو بس يا استاذ ابو ليث يا ريت ترد، لان انت لما بسرعه انا في حاطط توقيت امامي، هاي توقيت قدامي يعني ارجوك رجاء حارا امامي توقيت حاسبني على الثاني. حاسبك ولا يترد؟ تمام انا بحاسب نفسي على الثاني لانه صراحه الوقت عندي عزيز. والله هسيبك ترد. الله يسعدك لانه عندي شغلات كثير كمان. حاضر بس انا بس كل الطلب على الثاني شغال. حاضر ثانية. بس كل طلبي ورجائي ان حضرتك تكون بترد في مجال ليه علاقة باللي انا قلته. انت قعدت تقول تشريعات مش تقسيم لسلطات وما ردتش على السؤال الاول اصلا. اتفضل يا ابو ليث. ده لا انا في حكيت لك السؤال الثاني كانت تقسيمات داخل حياة محمد، حكيت لك اياها شو التقسيمات، مالية قضائية اجتماعية الى اخره، وذكرت لك المادة السريعة. السؤال الأول كان عن طريقة تداول السلطة ما بعد محمد، تمام؟ وجوابتك أنه من خلال القواعد العامة، وأهم قاعدة إقامة العدل، وأيضا في قاعدة ثانية وأمرهم شورى بينهم. القاعدة الثالثة، تمام، هي الأعراف التي كانت سائدة والتي أقرها الإسلام في أي نظام حكم. الإسلام لم ينقض أنظمة الحكم ولم ينقض جميع الشعائر التي كان يمارسها الناس سابقا في الجاهلية أو قبل الإسلام. أنا ما مصطلح الجاهلية ما بحبه كثير نهائيا، شفت كيف؟ أنا بحب المصطلح المعرفة، وربنا في القرآن ذكر مصطلح المعرفة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. الآن إحنا عايشين شعوب، عايشين قبائل لحد هاي اللحظة ودول، تمام. إن أكرمكم أكرمكم الأكرم الأحسن عند الله أتقاكم، ما حكى إيمان، ما جاب سيرة إيمان، ما قال أكثركم إيمانا ولا قال أكثركم مالا ولا قال إلى آخره. أتقاكم يعني اللي كل واحد فيكم بيبعد الشر عن نفسه. على الناس لا بديش أطول أنا أصلا ما بدي أطول، تمام. أنا إلي بالضبط إلي دقيقتين بالضبط، دقيقة ونص بالضبط، إلي دقيقة ونص لحد الآن يا استاذي. اتقاكم خليني اجاوب على اسئله الاخ مداخل، انت سالتني قلت لي ما جاوبت، هي خليت اضطريت الان اعيد بتلخيص دقيقه ونص جواب السؤال الاول السؤالين قبل، يعني خلي النقاش محدد. خلص انا جاوبتك، خلص جاوبتك، مقتنع فيه مقتنع، مش مقتنع احكي لي انا مش مقتنع عادي جدا عشان اكمل مداخلتي وافتح المجال لغيري. افتح مجال لغيري يا اخوي الله يرضى عليك، انا مش رجل اناني ولا بدي اكثر حكي، تمام. فالآن مداخلتي الآن، أنظمة الإسلام أنظمته قائمة على أنه هو حكى الأخ مستوى الحكم عند محمد ضعيف، تمام. كيف بكون مستوى الحكم ضعيف؟ أنا في عندي 6000 أكثر من 6000 آية في القرآن، إنسان الحديث النبوي، أنا ما بدي الحديث النبوي، أنا بدي القرآن. القرآن هو بدي أطلع على القرآن على الوحي الإلهي، كلام الإله. كيف بكون مستوى الحكم ضعيف؟ وفي عندي أنا تشريعات شملت القتل، شملت السرقة، شملت الفاحشة للنسل، تمام، يعني حق النفس، حق المال، حق النسل، حق العقل، حق الأخلاقي اللي هو الدين المبدأ، يعني حق الأخلاقي الحق الدين يعني المبدأ الأخلاق. أنا بدي أفهم، أنا إنساني مش دارس قانون، إنسان مش دارس دين، مش كذا، أنا عايش في قبيلة صغيرة جدا، أنا عايش بأسرة، فهاي الحقوق الخمسة، هاي الحقوق الخمسة بدي أشوف أي دولة متقدمة الآن، أحسن دولة في القانون الآن، أحسن 5 دول في العالم في القانون، شو كل قانونها على إيش بشتغل على الحقوق الخمسة هاي شغال عليها. بدي أشوف أي قانون يخرج عنها، حق المال،
حق النفس البشر، حق الحياة، تمام، حق النسل، حق الاجتماعي، الحق العقلي، الحرية العقلية، الحرية الفكرية، وحق الأخلاقي. أنا بدي أشوف أي قانون، جيبوا لي افتحوا معي مناظرة، طيب خلاص 10 ساعات 10 أيام، جيب لي أحسن خمس قوانين. سمعنا حضرتك، الآن احنا هنطبق، بدي أختم أختم بآية قرآنية يا أخي الكريم، بدي أختم بآية قرآنية. أنا بالضبط بحكي معك إلي ثلاث دقائق ونص، بالضبط بحكي معك ثلاث دقائق ونص، بدي أختم الدقيقة الأخيرة هي الرابعة، مش خمس دقائق، الرابعة. طب يا فندم خلصنا. تمام. لا طيب ماشي ذلك ماشي. ذلك شوف النظام، شوف حبيبي، شوف كيف القرآن، شوف كيف القرآن يستفيد من الآخر، يستفيد من الآخر بس ورينا فيما بقى. هو إيجابي. الآية واضحة، ارجع للآية، الكل بيسمع الآن وارجع للآية. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الوحي جزء، مصدر من مصادر الوحي الحكمة. خلاص يا فندم يا استاذ مصدر بوليس. شوف طلع مصدر من مصادر الوحي الحكمة ونقطة. خلاص يا فندم احنا فهمنا فكرة حضرتك، هنطبقها. طيب يا فندم شكرا، احنا هنطبق المعايير اللي حضرتك قلتها دي. حضرتك روحت قايل لنا في النص ان معايير حفظ النفس، صح كده؟ صح يا استاذ بوليس؟ 100%، اي شيء بيخالف المعيار هذا باطل وما بصدر من محمد. جميل، حلو كده. تعالى نطبق كده، تعالى نطبق مع بعض. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فين هنا حفظ النفس؟ ليش بالعكس يا استاذ بوليس؟ هاي قمه العداله. نعم. قمه العداله. طيب يعني طبعا. انا دلوقتي حر قتلت عبد، اعمل ايه؟ ايه الحكم الفقهي اللي عندي؟ ايه التشريع اللي عندي بيه؟ اعمل ايه؟ روح اسال القانون الامريكي والفرنسي، روح حاكم أنا القانون مالي. الفرنسي اللي قتل مليون ونص جزائري هم احرار. انا ما تخيلتش ان دي هتبقى القفله خالص، انا ما تخيلتش ان دي هتبقى القفله خالص. انا بسال حضرتك، احكي لك ليش، بدي اقول لك ليش. دول وحشين، دول وحشين، دول مش تشريعات الهيه، دول مش تشريعات. أيوة ممتاز ممتاز. انا مش عايز اعرف ليش، لان انا ما بناقش، ممتاز جدا، التشريعات الامريكيه دلوقتي. انا بسال حضرتك، ممتاز، انا ممتاز دلوقتي راجل حر. الاسلام الاسلام يا سيدي، الاسلام ما منزل ممتاز ولا حاجه يا اخي الكريم. قمه العدل لما نزل الاسلام، نزل في بيئة اجتماعية، احنا هنشوف العدل ده شكله كانت عامل ازاي. واقعية. استاذ ابو ليث، استاذ ابو ليث، اخ ماجد، ممكن بعد اذنك تعطل؟ استاذ ابو ليث، استاذ ابو ليث، استاذ ابو ليث، سؤالك الان هتجاوبه بعد ما نخلص، بعد ما هو يخلص. خليه ماجد ياخد فرصته وما هو يرد عليه. اسف جدا. شكرا. طيب يا استاذ ابو ليث، انا ماليش دعوه بالقوانين الفرنسيه ولا القوانين الامريكيه، لان دي بالنسبه لحضرتك وبالنسبه لي انا مش تشريعات الهيه. حضرتك لما بتقول لي المعيار بتاع حفظ النفس ده، لما جيت اطبقه على الايه لقيت ان هو مش شغال، بالعكس ده تشريع عنصري بيقول لي الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. لما نيجي في التطبيق، لو واحد حر قتل واحد عبد بيروح يديله فلوس، يدي لسيده فلوس، كأن حضرتك كده بالمصري وانت ماشي على الزراعية رحت خابط جاموسة، رحت خابط معزة، بتروح رايح للناس فين يا جماعة اصحاب المعزة دول وتمنها كام، وتروح مراضيهم، صح كده ولا لأ؟ هنا بقى ده حفظ نفس. الحاجة التانية، حضرتك روحت قايل كلمة الحرية الفكرية، يعني أنا معرفش مين فكرية الصراحة اللي عندها حرية دي، لما أنت ما عندكش أي، ما تسمحش بأي معارضة من أي نوع. الرسول يا بيه قتل وأهدر دم 31 شخص منهم 26 ذكر وخمس إناث، معظم الناس دول تم إهدار دمهم عشان بيقولوا فكرهم، بيقولوا رأيهم في هذا الكتاب، إن هو إلا أساطير الأولين، إن هو إلا قول البشر، تم إهدار دمهم. حرية فكرية إيه يا أستاذ؟ فكرية مين؟ أنا يميني عشان ما نطولش على الناس. طيب استاذ ابو ليث، حضرتك لو حابب تاخد مداخله اخيره تكلمنا فيها عن تداول السلطه، اتفضل معاك حضرتك دقيقه بالظبط تكلمنا فيها عن تداول السلطه، بحيث ان احنا ننهي ونبتدي ننتقل في الدور، لان انا عندي ناس كتير طالبه ليست. اتفضل استاذ ابو ليث.
تمام. بالنسبة للآية القرآنية يعني أقل من 10 ثواني، هاي الآية القرآنية كان لها سبب نزول، أرجو من الأخ ماجد والأخ ماني والجميع المستمعين يرجعوا إلها، وما ننسى في آية ثانية أوضحت ما حكم القتل من الآخر، النفس بالنفس. تمام، النفس بالنفس هي حاكم على الآيات القبل، والهيئات القبل اللي ذكرتها قبل قليل لها أسباب نزول. أما حكم التداول يسير قبل ما تكلمنا عن خش على حكم التداول. حكم التداول، البيئة التي جاء فيها محمد لسه كانت بيئة فتية، يعني كنبي. وكمان أنت حكيت أخ ماني أنه محمد ما بديش من الحكماني أو ماجد، لما قال أنه يعني في الناحية الاجتماعية كان رجل عبقر في الناحية الاجتماعية، لأنه هاي بيئة كانت لسه صغيرة، البيئة كانت لسه فتية. تمام، فكان التركيز في تداول ولا ما فيش تداول؟ طبعا في تداول، في تداول. كيف مش عايز الف يلا آه. لا لا، تداول مقدمات كتير، تداول حصل، كفايه مقدمات، كفايه خطب جمعه، في تداول ولا ما فيش تداول؟ أيوه. لا تداول حصل، التداول حصل وتم تطبيق التداول، وهم كان بينهم إيه هذا تداول الامر. ايه تداول؟ اتفقوا إيه تداول علي السلطه علي نص لا. رساله علي الى معاويه واضحه، قال له الامر بما يرضي الله، بما اجمع عليه الامه في حكمهم لا ابي بكر ثم عمر ثم عثمان، وانت يا معاويه خالف هذا الامر. هو ثانيه واحده، هو قالت انتقال السلطه من محمد لابو بكر كانت هي من ابو بكر لعمر، ومن عمر هي لعثمان، ومن عثمان هي العلي. دائما انتقال السلطه اجتهاد. يعني جيب لي انتقال سلطه في التاريخ، في التاريخ الانساني كله، جيب لي انتقال سلطه مش اجتهاد. شكرا، اعطيني انتقال سلطه في كل تاريخ الانساني مش اجتهاد. يعطيك العافيه. شكرا ما فيش عليا، طلع ان هو اجتهادي في الاخر. شكرا ابو ليث، مقدمات ونقعد نلف وندور وفي الاخر يقول لك اجتهاد، ما فيش عليا. معلش يا ماجد، فرهدتك انا في المداخله اللي فاتت دي. لا يا حبيبي والله، بس انا الحته، انت عارف الحته اللي طلعنا فيها بتوع امريكا وفرنسا دي، ما اعرفش الحته دي دخلت ازاي في وسط المداخله. لا عارف، حسيت ان في دوش وميه تسخن. يا سيدي عادي عادي. كنت بتقول حاجه يا حسيني؟ انا عندي سؤال يا ماني بصراحه. هو احنا ليه بندلس؟ يعني ليه حد يجيب ايه بتتكلم على اليهود على اساس ان ده تشريع اسلامي؟ وحياتي يعني حسيني، انا كنت هقول الموضوع ده، كنت هقوله، بس احنا كنا ماني كان زنقه في الحته بتاعه تداول السلطه. كنت هقوله ان من قتل نفسا فانما قتل الناس جميعا، ده تشريع لليهود. هي الايه بتبدا بكتبنا عليهم فيها، ماشي، والايه اللي قبلها بتتكلم على التوراه، فيعني تدليس لا دين له والله يا استاذ ماني. معلش يا اخوانا، انا ما كنت لسه مشغول بحلق لسلطان. انا ده عشان اكيد عشان حفله التخرج، ده اكيد عشان حفله التخرج ولا ده شعره ده. انا طبعا كان سمعت الاستاذ بيتكلم على وسخه المدينه واعظم تشريع ومش عارف ايه وبتاع، صح كده ولا انا؟ حصل. وسخه المدينه دي، وسخه المدينه دي يا اخوانا اول تشريع للعنصريه في التاريخ، اغلب الظن او تشريع مدون للعنصريه في التاريخ. اول بند في وثيقه المدينه، المسلمين امه واحده دون الناس. وبعد كده جايب قبيله من المساويين، وان المفروض عليهم ان هم يمولوا حروب المسلمين، ماشي، في بند من البنود، هي حاجه 40 ولا باين 50 بند او حاجه زي كده، في بند من البنود انه لا يقتل مؤمن بكافر، ولا يعين مؤمن كافر على مؤمن. ومتكلم بقى ان اليهود لو يعني ماشي دينهم مع نفسهم ومش عارفين بتاع، طالما بيدفعوا الفلوس، طالما بيدفعوا بيمولوا الناس ويشاركوا في الديات، ولو ما عملوش كده يبقى زيهم زي بقيه الناس اللي هم بيتحاربوا، ولا تجار قريش بقى ومش عارفين وبتاع، الكلام الفاضي اللي في الموضوع ده. وثقتي ونيلتي حمورابي قبليه ب 2000 سنه، بقى 2000 سنة، تحتمس الثالث قبليه ب 3000 سنة. لو عايز تشوف دساتير تبقى عاملة ازاي، لو عايز تشوف قوانين بتاعت ماعت، ادي الدساتير وادي القوانين بتاعت الدول بتاعت الحضارات اللي بتستمر. ده جايب بيقول لك مش عارف كام مادة، هو كل مادة فيها ايه؟ بني عوف، بني حمادة، بني هيثم، بني تامر، بني ايه ده؟ ايه يا عم؟ وثيقتي ونيلتي يا عم الحاج بتاعت المدينة يا عم الحاج.
خليني اقرا لك البند، خليني اقرا لك التصديق لكلامك يا سامي. اقرا البند الاول في وثيقه المدينه: هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش، سامي بس نقلب الصفحه، ويثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. البند الثاني: انهم امه واحده دون الناس. على طول كده بس كده. احنا كويسين. سلام عليكم. ولا والمواطنه، مواطنه مواطنه اعقلوا الكلمه. عارف طيب اسلوب لما بيتحط في طريقه خطابيه كده ويقعد يقولوا الشيوخ على المنابر، هو نفس الاسلوب طلع بيه الاستاذ ابو الهيثم، اسلوب الشيوخ على المنابر: ان الاسلام يدعو الى الحق والعدل كلام فاضي كله. حضرتك نصوصك كلها مليانه هراء هراء يعني. طيب الاخوه الساده الافاضل من المسلمين اللي حابين ان هم يتناقشوا معانا، رجاء وفضلا وليس امرا ان انتوا تكتبوا الرقم 7 وتطلبوا جست، وفي قول اخر ضعيف ان انتوا تطلبوا جست وبعد كده تكتبوا رقم 7.